نهاية دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين ممثل كرة القدم المغربية أولمبيك فريبكا والفريق الجزائري العريق نادي وفاق سطيف الجزائري. مباراة كبيرة تدور هنا بالمركب الرياضي مركب الفسطاط بمدينة فريبكا، مباراة تغري بالمشاهدة كما قلت ممثل كرة القدم المغربية أولمبيك فريبكا في مواجهة تحدي وطموح النادي الجزائري نادي وفاق سطيف. يعني قبل البداية قبل أن ندخل في الحيتيات والتفاصيل البداية مع تشكيلة كلا الناديين والبداية بالضيف نادي وفاق سطيف الجزائري الذي يدخل مباراة اليوم بالأسماء التالية: في حراسة المرمى سمير حجاوي، العميد عادل معيزة، سيمان رحو، سيري دينيون، غاروا العفاوي، عبد القادر دلهوم، مراد نموشية، خالد بداش، محمد جديات، العموري، ادي كوريمي، مارسيل وزيايا عبد الملك. بالنسبه للبدلاء هناك طويل فريد، زداد حمزه، دفنون، محمد المهدي، جابو عبد المومن، حاج عيسى، الزهر، مشري زيير، وفراجي، محمد صغير. المدرب هو الفرنسي السيد سيمون دي برنار. بالنسبه للفريق المضيف اليوم فريق اولمبيك فريبكا يدخل رهان اليوم رهان دوري ابطال افريقيا بالاسماء والعناصر التاليه: في حراسه المرمى المتالق حمزه بودلال، في خط الدفاع نجد زكريا امزي النجمي، محمد امين، بالاضافه لبقلال رضوان الاسماء باكملها، وراد عبد الصمد، سواري حسن، بزغول ابراهيم، كامرة، محمد كول، تريكي، جمال، لارجو، ابراهيم، علوي، مدغري، هشام. بالنسبه للبدلاء هناك حارس احتياطي هشام العلوش، قميص صفوان، ميري طارق، بانغورا، مراكاربا، وتنزيس عبد العزيز، الهلالي بكر، واوغان يونس، المدرب والسيد اوري دي بيرو بمساعده محمد القصير. اما المعدل البدني فهو السيد سعيد خمليش. يعني هي مباراه كبيره جدا يقودها الطاقم التحكيمي المكون من السيد البودو سيرج بولان من بوركينا فاسو بمساعدة تيام توري أمادو ودرابو إسماعيل. أما الحكم الرابع فهو من المغرب السيد رضوان عشيق مندوب المباراة من غينيا السيد بادا ساخو. مباراة كبيرة جدا هنا بملعب الفوسفات بمدينة فريبكا. زملاء عبد الصمد، وراد، حسن السواري، لارجو، وراد، بقلال، الكل عازم اليوم على تمثيل كرة القدم المغربية أحسن تمثيل، علما أن الفريق هو الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية بأغلى وأمجد الكؤوس الإفريقية دوري أبطال إفريقيا. جماهير مدينة فريبكا وفت بالعهد وحضرت بقوة اليوم لملعب الفوسفات بمدينة فريبكا من أجل مساندة الفريق، يعني من كل المناطق المحادية لمدينة فريبكا. يعني لما كنا في الطريق يعني بمجرد خروجنا من منطقة برشيد يعني من كل المناطق الجماهير تأتي لمساندة هذا النادي الممثل للراية الوطنية للمغرب في مسابقة غالية على الجميع، مسابقة دوري أبطال إفريقيا الذي يعود اللقب الأخير لدوري أبطال إفريقيا بالنسبة لنادي مغربي هو للرجاء الرياضي البيضاوي الذي نتمنى له للإشارة كل التوفيق يوم غد ضد فريق الوداد الذي نتمنى له والآخر أداء كبير ونتمنى له مستوى رفيع يوم غد في الديربي البيضاوي، الديربي الذي من دون شك سيكون أغلى وأجمل الديربيات بالنظر لوضعية الفريقين البيضاويين. نترك البطولة المغربية، نترك الكبيرين الوداد ورجاء ونبقى بقلوبنا اليوم مع أولمبيك فريبكا في مواجهة نادي وفاق سطيف الجزائري. لحظات قليلة جدا ويعلن الحكم البوركينابي السيد البودو سيرج بولان عن انطلاق المباراة. وفاق سطيف الجزائري المتأهل للدور النصف النهائي لدوري أبطال العرب، الكل يعرف الانتصار الكبير على نادي المجد السوري بأربع أهداف لصفر هو الآن بمعنويات مرتفعة، علما أنه انتصر أيضا برسم الدوري الجزائري على نادي نصر حسين داي بثلاث أهداف لصفر، تصالح مع الجمهور بعد الهزيمة ضد نادي برج بؤري ريش بهدفين لصفر. لكن النتائج الأخيرة لنادي وفاق سطيف الجزائري تؤهله لأن يكون اليوم خصم كبير لنادي أولمبيك فريبكا، فريق ربما يعرف الجميع قيمة هذا النادي يعني بعد مشاركتين على صعيد القاري على صعيد الإفريقي بالخصوص. واليوم يعني مطلب الجميع، الكل عازم، الكل بعزيمة أسد من أجل دخول مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة من أجل خير تمثيل لكرة القدم المغربية في المحفل القاري محفل دوري أبطال العرب لكرة القدم. تصلكم أصداء جماهير وأنصار ومساندي فريق أولمبيك فريبكا
جماهير تقدر بحوالي 8000 متفرج، الملعب مملوء عن آخره. يعني صراحة هنا النقطة التي يتكلم عنها كل فرد من الجماهير هنا بمدينة بريبكا، الملعب أصبح متجاوز بالنسبة لنادي بطل المغرب ويشارك اليوم برسم دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. يعني جماهير ربما نصف الجماهير التي تتواجد في الملعب لم تجد لها مكانا، هي المتواجدة الآن بخارج أسوار مركب الفوسفات بمدينة بريبكا الذي يعود تاريخ تأسيسه لسنة 1923، يعني زمن كبير، 85 سنة. ملعب يتسع على أقصى تقدير لحوالي 8000 متفرج. هنا دكة بدلاء النادي، يعني هنا محمد القصير، سعيد خمليش، والإطار الفرنسي أوري دي بيرا، عفوا أقول فرنسي، الفرنسي هو سيمون دي برنار مدرب نادي وفاق سطيف، المدرب والمدرب البلجيكي الكوفة الخبير بكرة القدم الإفريقية السيد أوري دي بيرا، المدرب السابق للمنتخب الكونغولي، للمنتخب الكاميروني ولمجموعة من الأندية الإفريقية أبرزها العريق نادي الجيش الملكي. لحظات قليلة وتعطى إشارة انطلاقة مباراة اليوم، وأعطيت الانطلاقة ربما كانت خاطئة بالرغم أن الانطلاقة الخاطئة في ألعاب القوى، لكن الحكم البوركينابي سيشير في هذه الأثناء لإعطاء انطلاقة الدور السدس عشر النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمواجهة الكبيرة جدا بين نادي أولمبيك فريبكا ونادي وفاق سطيف الجزائري. انطلقت المباراة من جانب الفريق الأفريقي الذي سيسعى لإسعاد الجماهير الحاضرة وتمثيل كرة القدم المغربية أحسن تمثيل في مباراة اليوم ضد نادي كبير جدا نادي وفاق سطيف الجزائري الذي أحرز الدوري الجزائري، ربما أرقام توضح قيمة هذا الفريق، أحرز لقب الدوري الجزائري في 3 مناسبات، بطل كأس الجزائر لست مناسبات، كل هذا ربما يظهر قيمة هذا النادي. كرة لنادي وفاق سطيف الجزائري، جديات من الجهة اليمنى، محاولة المرور، حضار من طرف الدفاع الفريبقي، والكرة تفتك الحكم البودو البوركينابي يتدخل للإعلان عن مخالفة لصالح الفريق الجزائري. فريق وفاق سطيف اليوم يغيب عنه العميد بن شادي، الأزهر الحاج عيسى ربما لم يتماثل بعد للشفاء من آثار الإصابة التي كان قد تعرض لها، إضافة لبن سعيدة هي أبرز غيابات النادي الجزائري. هنا المخالفة للوفاق، رحوا في التنفيذ، رجوع كل الأسماء، أولمبيك فريبكا ربما الحضر مطلوب مع أولى دقائق مباراة اليوم، محك كبير للنادي ضد نادي وفاق سطيف الجزائري. الكرة تنفذ وتدخل جيد للاعب إبراهيم البزغودي، إبراهيم البزغودي أجمل لنادي أولمبيك فريبكا العارف بخبايا كرة القدم الإفريقية بعد يعني المشاركة في مناسبتين، يعني الموسم الماضي والموسم قبل الماضي، لكن بكأس الاتحاد الإفريقي اليوم الطموح كبر، دوري أبطال إفريقيا اجتاز أو تجاوز بالأحرى في الدور الأول نادي ليس بالكبير نادي سبورتينغ كلوب بيساو من غينيا بيساو، لكن اليوم المحك كبير بالنسبة للناديين، علما أن وفاق سطيف تجاوز والآخر بكل سهولة نادي آس نيما الموريتاني. هنا الكرة العرضية تعود للنادي الجزائري، زيايا في محاولة للمرور، تدخل وتعود من رضوان بقلال للجهة اليسرى لنادي أولمبيك فريبكا، إبراهيم لارغو لكن تطول في التماس لنادي وفاق سطيف الجزائري. هذا إبراهيم لارغو لاعب شاب نتاج مدرسة واتزم، يعني المدينة المحادية لمنطقة فريبكا، يعني أسماء من دون شك تركت البصمة الموسم الماضي برسم البطولة المغربية. هنا المحاولة، جمال التريكي بالرأس للجهة اليسرى للاعب إبراهيم لارغو في محاولة للمرور، والكرة في تماس نادي أولمبيك فريبكا بأسماء جديدة تلعب هذا الموسم إفريقيا لأول مرة، نذكر على وندغري هشام، نذكر أسماء أخرى ربما هي أولى مشاركتها برسم ككاميرا، محمد كولا الغيني، زكريا مزيل، زكريا تقدم محاولة التمرير اتجاه جمال التريكي، جمال هناك يسعى للتسديد لكن بعيدة عن مرمى الحارس الجزائري حجاوي سمير، حارس الجزائري يعني يبقى من أبرز الحراس على مستوى الدوري الجزائري بحكم خبرة كبيرة لهذا اللاعب أو هذا الحارس الذي جاور وداد تلمسان جمعية شلف شباب بالوزداد، هو الآن بوفاق سطيف منذ عام 2006 الحارس الرسمي للنادي، يعني يبقى من خيرة الحراس بالدوري الجزائري. زكريا مزيل، الكرة تعود مرة أخرى للنادي أولمبيك فريبكا،
يعني الذي يبحث عن المنافذ وربما مكامن الخلل في الدفاع الجزائري. محاولة المرور من رضوان بقلال، الكرة في التماس. بقلال مسجل أولى أهداف النادي هذا الموسم برسم دوري أبطال إفريقيا، وكان ذلك أمام سبورتينغ كلوب من غينيا بيساو. إبراهيم البزغودي، محاولة تسديد اتجاه جمال التريكي، خطيرة جدا لكن تذهب بعيدا عن مرمى الحارس سمير حجاوي. ربما سنعيش على أعصابنا لمدة تتجاوز 90 دقيقة من أجل معاينة تشريف كبير لكرة القدم المغربية من طرف نادي أولمبيك فريبغا، علما أنه ربما بعد ساعة من الآن ستعطى الانطلاقة لمشاركة مغربية قارية لممثل المغرب على مستوى كأس الاتحاد الإفريقي. نادي رشاد البرنوسي في مواجهة للترجي الكبير الترجي الرياضي التونسي. مارسيل أديكو، محاولة المرور خطيرة، هذا اللاعب الإيفواري من الجهة اليمنى، التمرير حذاري حذاري وتدخل مدغري على ويشام، لكن الحكم هناك راية مرفوعة حذاري من الثنائي الجزائري، يعني ثنائي مكون على مستوى الخط الهجومي من أديكو ريمي مارسيل الإيفواري وزياي عبد الملك، ثنائي جزائري يعني خطير جدا على مستوى الخط الامامي، مساند من الوراء من اللاعب المتالق صاحب 11 هدف هذا الموسم بالدوري الجزائري بدوري ابطال افريقيا وايضا بدوري ابطال العرب، اللاعب جديات العموري بن قاده، لاعب خط وسط بامكانيات ومؤهلات كبيره، يعاد ابرز لاعب بالفريق في ظل غياب الحاج عيسى الازهر. زكريا مزيل، كره اماميه للاولمبيك، تدخل جيد للدفاع الجزائري، إبعاد الكرة من سيري ديانغون غاروا. يعني هو تصحيح من طرف الزملاء التقنيين معذرة، مباراة رشاد البرنوسي انطلقت قبل نصف ساعة من الآن، ربما نعيش اليوم مع المدرب سيمون دي برنار، وربما المشاركة مشاركة نادي أولمبيك فريبغا برسم دوري أبطال إفريقيا لن تنسينا مشاركة رشاد البرنوسي الممثل الثاني الذي نتمنى له كل التوفيق بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. جمال تريكي، التحضير بالصدر خطير، محاولة التمرير للجهة اليسرى، رضوان بقلال محاولة التسديد، تسديد لكن ترتد، تعود مرة أخرى من الجهة اليسرى إبراهيم لارجو. إبراهيم في محاولة للمرور المضايقة، لكن الكرة تذهب ضربة مرمى للحارس سمير حجاوي. ضغط مع انطلاق المباراة، ربما كما تأكد من المدرب البلجيكي أوريدي بيرو من طرف الطاقم التقني للنادي أولمبيك فريبغا، فربما الطموح يبقى متمثل في إحراز هدف خلال الدقائق الأولى من أجل إراحة أعصاب اللاعبين وأيضا أعصاب الجمهور. إن هي توترت فمن دون شك سيكون تأثير سلبي على مردود النادي، لكن ذلك ما لا نتمناه. نعود مرة أخرى إلى أجواء المباراة، كرة لأولمبيك فريبغا، محمد أمين نجمي، تمرير كرة أمامية اتجاه إبراهيم البزغودي. إبراهيم يعني مهاري، لعب مقاسات الكبار، التمرير حسن السواري، هناك راية مرفوعة من طرف الحكم المساعد الثاني السيد درابو إسماعيل، هنا درابو مرفوع من طرف هذا المدرب والحكم البوركينابي، طاقم تحكيم من بوركينا فاسو يعني المكون من إلبودو سيرج بولان وتيام توري أمادو ودرابو إسماعيل، طاقم تحكيم بوركينابي نتمنى ان يقود المباراه بكفاءه كبيره، ومعهود شي معهود على تحكيم البوركينابي. هنا التحضير، كره للفريق الجزائري، باداش محمد، الحكم يعلن عن خطا بعد تدخل العميد عبد الصمد وراد، حذاري من المخالفات، حذاري من الاخطاء، يعني يعطى الفرصه للنادي الجزائري كما قلت، يعني كل المعطيات القادمه من الجزائر من مدينه الصيف الجزائريه ربما تقول على أن هذا النادي يبقى من خيرة الأندية الجزائرية والعربية بحكم أنه بطل العرب بطل الجزائر من خيرة الأندية الإفريقية. التمرير كرة يعني يتفطن بشكل جيد المهاجم حسن الصوري الذي يدخل اليوم كرسمي بعدما غاب عن مباراة الدوري المغربي ضد الاتحاد الزمالك خميسة التي عرفت إراحة مجموعة من العناصر كردوان بقلال بكر الهلالي واللاعب حسن الصوري لأداء الدور الدفاعي موجود. عبد الصمد وراد الحكم يتدخل مرة أخرى للإعلان عن مخالفة للفريق الجزائري بعد مرور 8 دقائق عن انطلاق المباراة للاعب المشية رقم 8 خالد المشية لاعب خط الوسط بالنسبة للنادي الجزائري نادي وفاق الصيف الذي ربما نقول أخذ إليادة تشريف كرة القدم الجزائرية على صعيد القاري بحكم أنه ربما
تألق على حساب أندية من قيمة مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة، شبيبة القبائل، مولودية وهران. ونذكر آخر مباراة لأولمبيك ريبكا بهذا الملعب كارنيا كانت ضد اتحاد جدة السعودي وانتهت بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، لكن كان الإقصاء. هي المباراة بالنسبة لفريق مغاربي. هنا التسديد حذاري لكن بعيدة، الحمد لله على مرمى حمزة بودلال حارس مرمى نادي أولمبيك ريبكا. عن الأندية المغاربية التي حضرت لهذا الملعب كلها انهزمت. مولودية وهران انهزم بهدفين لصفر بهذا الملعب. ترجي جرجيس ربما انهزمه الآخر بست أهداف لصفر، حصة كبيرة لنادي أولمبيك ريبكا على حساب ترجي جرجيس التونسي. يعني هي انتصارات النادي على حساب الأندية المغاربية، علما أنه انتصر في مقابل على النادي الرياضي صفاقسي برسم كأس العرب. إبراهيم البزبودي لإبراهيم لارجو، جمال التريكي، محاولة المرور، التمرير، اتجاه كاميرا محمد كول من الجهة اليمنى يأخذ مكان محمد مرصادي المصاب والغائب عن مباراة اليوم. والكرة في التماس لنادي أولمبيك ريبكا. تدخل هذا اللاعب الإيفواري سيري جينيو أروا، وهذا حسن الصواري مهاجم النادي الخريبكي اليوم رفقة جمال التريكي. كاميرا محمد كول، التحضير من إبراهيم البزغودي والإبعاد، إبعاد الخطورة بشكل كلي المتابعة من زكريا مزيل زيايا. والكرة في التماس للنادي الخريبكي. كاميرا محمد كول يتركها لزكريا أمزيل. زكريا تلعب كرة أمامية، أول مباراة لهذا اللاعب قاريا كانت ضد نادي مولودية وهران الجزائري، وكانت الهزيمة بالجزائر بأربع أهداف لصفر، كانت أولى المشاركات. لكن في ظل غياب التنافسية القارية بالنسبة للنادي اليوم، هو لديه مناعة خاصة بحكم أنه أجرى لحدود هذا اليوم يعني ست مسابقات قارية، ثلاثة عربيا وثلاثة إفريقيا، يعني الخبرة هي موجودة، ليست خبرة الرجاء والوداد والجيش الملكي، لكن النادي هو الآخر قادم بقوة من أجل حمل مشعل كرة القدم الإفريقية، لما لا وهو ممثل كرة القدم المغربية قاريا. دون أن ننسى الوداد الذي يشارك على مستوى دوري أبطال العرب، نتمنى له التوفيق. يعني وفاق الصيف الجزائري يجري ثاني مباراة له بالمغرب بعدما واجه رجاء وشرب من كأس الخسارة على أيدي الرجاء الرياضي البيضاء بهدف لصفر. هدف محسن متولي بالمركب الرياضي محمد الخامس. هنا المخالفة، الضربة الحرة الغير مباشرة لنادي أولمبيك ريبكا. زكريا أمزيل، كرة تلعب اتجاه على وندغري هشام القادم من المغرب الفاسية، أول كأس قارية لهذا اللاعب. محمد أمين نجم التمرير بشكل جيد تجاه إبراهيم لارجو، لكن تطول ضربة مرمى للحارس سمير حجاوي. يعني الجهة اليسرى لنادي أولمبيك ريبكا يعتمد عليه بشكل كبير المدرب البلجيكي السيد أنري دي بيرو. على الصورة أنري دي بيرو مدرب المنتخب الكاميروني، مدرب المنتخب الكونغولي، قاد في مقابل نادي الجيش الملكي، قاده للمباراة النهائية لكأس الكؤوس الإفريقية. يعني مدرب بقيمة محترمة إفريقيا. كرة تمرر إبراهيم لارجو دائما للنادي أولمبيك ريبكا، تدخل الدفاع معايزة اتجاه زيايا، لكن هناك حالة تسلل يعلن عنها الحكم البوركينابي تيام توري أمادو. ثلاثي تحكيم بوركينابي يدخل مباراة اليوم ويقود هذه المباراة برسم دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. محمد أمين نجمي دائما البحث، دائما ربما محاولة لفك شفرة الدفاع الجزائري. رضوان بقلال دينامو خط الوسط، يعني الملقب بيغاتوزو بفعل يعني اجادته لدور تكسير مجموعه من الكرات على مستوى الخط، خط وسط نادي اولمبيك ريبكا. هنا التماس للاولمبيك، دائما البحث متواصل بالنسبه للنادي عن اولى اهدافه اليوم. تمرير جمال التريكي، الفريق ومطالب من اجل يعني تسجيل انتصار خلال مباراه اليوم، لكن التسلل واضح لحسن الصواري يعلن عنها الحكم درابو اسماعيل البوركينابي الحكم المساعد الثاني. تسديده لكن حسن الصواري كان في وضعيه تسلل، عينها بشكل ممتاز الحكم البودو سيرج بولان البوركينابي. هنا خطا على مستوى ابعاد الكره من طرف الفريق الجزائري، تسديده زكريا مزيل، لكن حسن الصواري في وضعيه تسلل. فريق اولمبيك ريبكا الذي انتصر ذهابا وايابا على حساب نادي سبورتينغ كلوب بيساو
هدفين لصفر في غينيا بيساو وهدفين لصفر هنا بمدينة فريبغا. يعني 4 أهداف لهذا النادي على مستوى دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أو خلال هذه النسخة التي عرفت إجراء أولى مباريات دور سدس عشر النهاية، والانتصار الكبير لنادي شبيبة القبائل الجزائري على نادي أشانتي جولد الغاني الذي كان يسمى فيما سبق بأشانتي كوتوكو، والذي تمكن الوداد من الانتصار بلقب كأس الكؤوس الإفريقية على حساب هذا النادي الغاني. نتمنى أن تعود البسمة للمشاركة المغربية على الصعيد الإفريقي. وهنا في هذه الأثناء تصلني أنباء سارة للجمهور الرياضي المغربي وتقدم رشاد البرنوسي على الترجي الرياضي التونسي بهدف لصفر. نتمنى كل التوفيق لرشاد البرنوسي ولممثلي المغرب على الصعيد الإفريقي. إبراهيم البزغودي محاولة التمرير اتجاه كاميرا محمد كول، لكن الكرة تطول وتماس للوفاق، وفاق سطيف الجزائري، هذا النادي الجزائري الذي يعد من أرقى الأندية الجزائرية والذي ارتبط اسمه بشكل كبير بالمرحوم مختار عريبي عم المختار، يعني هذا النادي في ظل قيادته لنادي للكرة في مدينة سطيف أصبح للمدينة 3 ممثلين وهم على التوالي فريق عين الفوارة سيدي الخير ووفاق سطيف. يعني الأندية الممثلة فيما سبق لمدينة سطيف، لكن اليوم يعني الثقة وضعت في الوفاق الذي يعد أحد أبرز الأندية الجزائرية، يعني حصوله على كأس الجمهورية، البطولة الجزائرية، كأس إفريقيا عام 88 وكأس الأفرو آسيوية، يعني والمثل الشهير للجماهير الجزائرية بعد إحراز كل هذا الكؤوس ما تبكيش يا زرفان دموعك سالت وديان، يعني بعد وفاة هذا الاسم الذي ارتبط كثيرا بكرة القدم الجزائرية المرحوم مختار عريبي، يعني أبرز اسم في تاريخ الوفاق. نعود مرة أخرى لمباراة أولمبيك خريبكا والوفاق، وهل سيعود الوفاق للاعبي أولمبيك خريبكا بتسجيلهم لأولى هدف مباراة اليوم؟ عبد الصمد وراد العميد، تمرير كرة أمامية اتجاه إبراهيم البزغودي، تدخل الدفاع جمال التريكي، جمال لكن تدخل الحارس حجاوي سمير يتمكن من التدخل بشكل ممتاز خلال الكرة الأخيرة. كرة دامية للنادي أولمبيك خريبكا، زكريا مزيل في صراع مع جيات عمور جيات لاعب خط الوسط، وهنا الحكم يتدخل من أجل الإعلان عن مخالفة لصالح النادي الجزائري، علما أن 5 مخالفة للنادي الجزائري منذ انطلاق المباراة. جديات عموري للإيفواري سيري ديانغون غاروا اتجاه مارسيل ريمي أديكو، محاولة المرور من الجهة اليسرى، حذر من هذا الاسم، محاولة المرور وتدخل كاميرا محمد كول، ضربة مرمى للحارس حمزة بودلال بشكل جيد. هذا الاسم كاميرا محمد كول لاعب المنتخب الأولمبي الغيني، يعني واللاعب السابق لنادي حافية كوناكري الذي يتقاسم برفقة رجاء يعني المركز الثاني لحيازة دوري أبطال إفريقيا. حافية كوناكري أحرز اللقب في 3 مناسبات، علما أن أكثر الفرق فوزا باللقب الأغلى إفريقيا لقب دوري أبطال إفريقيا يبقى هما الزمالك والأهلي المصريين ب5 ألقاب لكل نادي. الرجاء يحتل المركز الثاني ب3 ألقاب في انتظار أن يعود الرجاء والوداد للمشاركة الإفريقية ولتمتير كرة القدم المغربية رفقة أولمبيك خريبكا وأندية أخرى كالجيش الملكي خلال الأعوام القادمة، دون نسيان أن أندية قادمة بقوة كالدفاع الجديد والاتحاد سمو الخميسات. هنا الزاوية الأولى لنادي أولمبيك خريبكا، الزاوية للأولمبيك، صعود أصحاب القامات الطويلة القادمون من الخلف، علي وندغري، هشام، محمد أمين نجمي، زكريا مزيل وأسماء أخرى. الزاوية تنفذ، راسية خطيرة جدا، خطيرة جدا، كاد أولمبيك خريبكا أن يضع أولى بصماته في مرمى الحارس حجاوي سمير. الحارس الجزائري النادي وفاق سطيف يصاب، نتمنى أن يعود بسلام، علما أن أديكو ريمي مارسيل وخارج أرضية الميدان ويعود في هذه الأثناء من أجل مواصلة المباراة رفقة زملائه بنادي وفاق سطيف الجزائري. فريق وفاق سطيف الذي يعتمد منذ انطلاق المباراة عن الهجمات المضادة. أما أولمبيك خريبكا فهو يضغط، لكن الضغط ليس كبير على مرمى الحارس،
حجاوي سمير من أجل إرباك حسابات الفريق الجزائري. وهنا التعليمات للاعبي النادي الخريبكي كاميرا محمد كول وزكريا مزيلا علاوي مدغري هشام، يعني في ظرف وجيز جدا كسب احترام الجماهير، كسب ود الجماهير الخريبكيه بفعل حنكته بفعل اجادته لدور مدافع الاوسط بكفاءات عاليه، ربما عوض النادي عن غياب المؤتل سمير فلاح الذي يغيب بفعل توقيفه من طرف الاتحاد الافريقي لست مباريات بعدما طرد في اخر مباراه للفريق افريقيا الموسم ما قبل الماضي بكاس الاتحاد الافريقي ضد نادي انتر كلوب الانغولي، اضافه لغياب محمد المرصادي واللاعب الكاميروني الجديد عباس، اللاعب الكاميروني الذي يغيب عن مباراه اليوم بحكم عدم تاهيله لخوض دوري ابطال افريقيا الا في حاله وصول الفريق الافريقي لحجز دور المجموعات. كرة تلعب من حجاوي سمير، تدخل محمد امين نجمي لابراهيم لارجو من الجهه اليسرى، الحكم يتدخل للاعلان عن مخالفه ضربه خطا للفريق المغربي فريق اولمبيك خريبكا او تماس. محمد امين نجمي اتجاه جمال، جمال التريكي، التمرير الكره للوراء لمحمد امين نجمي مره اخرى، التمرير لجمال التريكي، محاوله المرور من الجهه اليسرى السريع، محاوله التمرير للجهه اليسرى، ابراهيم لارجو يحتفظ بالكره في محاوله للمرور، صراع، الحكم يعلن عن ضربه مرمى للحارس الجزائري سمير حجاوي. طول الساعه الاولى من المباراه يعني لم نعاين فرص خطيره بالنسبه للناديين معا باستثناء الفرصه الاخيره لنادي اولمبيك خريبكا عن طريق كره ثابته عن طريق الزاويه التي كادت ان تعطي الهدف الاول بحكم الخروج الخاطئ لسمير حجاوي الذي غاب عن مباراه المجد السوري. جمال مره اخرى، جمال اولمبيك خريبكا، التمرير اتجاه ابراهيم البزبودي، تضيع وتعود من جديات العموري، تفتك خريبكية، جمال، جمال التريكي، هناك عرقلة، هناك عرقلة، الحكم لم يعلن أي شيء لكن كانت هناك عرقلة واضحة ضد جمال التريكي. زيايا، زيايا صعود من الجهة اليسرى، زيايا عبد الملك، محاولة المرور، كاميرا محمد كول، المتابعة حداري لكن التغطية ممتازة من طرف اللاعب علوي مدغري هشام لكاميرا محمد كول في التماس، الحكم يقول مخالفة للنادي الخريبكي لكاميرا محمد كول الغيني، اللاعب السابق للحافية كوناكري ولنادي ساو باولو، ليس البرازيلي بل هو نادي غيني بدور الدرجة الثانية، هو النادي الذي عرف بداية هذا اللاعب الغيني كاميرا محمد كول. هنا تحضير خطيرة، خطيرة جدا، جمال التسديد لكن غابت القوة عن التسديدة وبالتالي غابت الخطورة على مرمى سمير حجاوي. جمال التريكي يعني يزعج بشكل كبير دفاع الفريق الجزائري لكن بدون فعالية لحدود هذه الدقيقة. هنا تحضير مارسيلا ديكو حداري، خروج ناجح لحارس المنتخب الوطني المغربي الحارس حمزة بودلال، المنادى عليه للمباراة القادمة للأسود الأربعاء المقبل ضد المنتخب البلجيكي بملعب الملك بودوان ببروسال البلجيكية. كرة للوفاق، الجماهير الخريبكية تساند، ربما هي الأخرى تترقب ترتاب لخطورة الفريق الجزائري. مارسيلا ديكو، خروج حمزة بودلال، يعني كما هو معهود عن هذا الحارس يجيد لعب الكرة برجل، يعني قام بدور الليبيرو لحد من خطورة الفريق الجزائري خلال الكرة الأخيرة. هنا الاحتفاء بطريقة خاصة للفريق الخريبكي. كرة للأولمبيك لإبراهيم البزبودي، لحدود هذه الساعة لم يقدم إضافات لخط وسط نادي أولمبيك خريبكا في انتظار إضافات التي من الممكن أن يضفيها هذا اللاعب على خط وسط أولمبيك خريبكا. وهنا الشعب النارية بملعب الفوسفات مدينة خريبكا، يعني طريقة استعمال هذه الشعب تختلف. وهنا الملقب بولد المغاري أحد أشهر المشجعين لنادي أولمبيك خريبكا، يعني يساند النادي. كرة ونعود لأجواء المباراة، عبد الصمد وراد، التحضير من اللاعب رضوان بقلال، الكرة تفتك العمور اجتيات، كرة أمامية، التغطية من محمد أمين نجمي، حداري من المزوم إبعاد الكرة وبالتالي حمزة بودلال إخراج الكرة في التماس، يجب أن يعود لمرمى حداري، حداري، حداري من الهجمة الجزائرية، دائما الخطورة من زيايا عبد الملك والكرة في الزاوية للفريق الجزائري. الكرة في الزاوية للفريق الجزائري،
ودائما المساندة من طرف الجماهير الإفريقية للفريق أملا في تسجيل الأهداف مباراة اليوم ضد نادي وفاق سطيف الجزائري. وهنا الحكم يتوجه الحكم البوركينابي السيد إلبودو سيرج بولا، يعني ربما ازعجه تواجد الشهوب النارية بأرضية الميدان. إلبودو سيرج بولا يتوجه صوب الحكم الرابع. يتشاور مع الحكم الرابع بشأن وعطس مدهورات ربما يخلي مسؤولية اللاعبين من استعمال هذه الشوبة النارية ورميها داخل أرضية الملعب، ملعب الفوسفات بمدينة خريبكا. دائما المباراة متواصلة. نادي وفاق سطيف الجزائري ربما نرى مثل هذه الشوبة بشكل كبير جدا بملعب الخاص بنادي وفاق سطيف الجزائري، يعني ملعب 8 ماي بمدينة سطيف. نبقى مع الزاوية، حذاري إبعاد الكرة بشكل جيد من زكريا مصيل، تعود مرة أخرى لرقم 30 اللاعب داش محمد، كرة تعود مطاطة لنادي أولمبيك خريبكا. إبراهيم لارغو التمرير، وهنا حالة تسلل ضد اللاعب جمال تريكي، يعلن عنها الحكم المساعد تييم توري أمادو، يرفع الراية معلنا عن التسلل ضد اللاعب جمال تريكي. هذا الحكم والمدرب سيمون دي برنار، المدرب الفرنسي الذي قاد مجموعة من الأندية التونسية كنادي نجم الساحل التونسي، إضافة لقيادته لأندية أخرى على الصعيد الإفريقي والآخر، بخبرة كبيرة إفريقيا هذا المدرب برنار سيمون دي. زكريا مزيل، التمرير اتجاه عبد الصمد وراد، وراد يتقدم، زكريا مزيل للجهة اليمنى لنادي أولمبيك خريبكا، والكرة في التماس. هنا التماس لنادي أولمبيك خريبكا مرة أخرى، البحث متواصل للنادي من أجل تسجيل أولى الأهداف. زكريا مزيل في صراع مع جديات اللاعب الجزائري، لاعب خط الوسط مسجل الهدفين ضد نادي المجد السوري إبراهيم لارغو أو إبراهيم اللاعب رضوان بقلال. الكرة تعود مضادة لنادي وفاق سطيف، والحكم يتدخل للإعلان عن مخالفة، يعود لأصل المخالفة ضد اللاعب رضوان بقلال، اللاعب الذي يعود لمصطفى مديح الفضل الكبير لتواجد هذا الاسم كرسمي وبأداء متميز بنادي أولمبيك خريبكا. يعني مصطفى مديح نصح هذا اللاعب بالاستغناء عن الدراسة والتفرغ لكرة القدم، وبالتالي ربما هو الشيء الذي أعطى مفعوله بالنسبة لهذا اللاعب، لاعب خط وسط نادي أولمبيك خريبكا رضوان بقلال الذي يتألق بشكل كبير رفقة النادي الخريبكي، يعتبر من أبرز اللاعبين بالنادي الخريبكي. نبقى مع المخالفة مع الضربة الحرة المباشرة، عبد الصمد وراد ورضوان بقلال من سيتكلف بالتنفيذ، أظن رضوان بقلال والأقرب لتنفيذ المخالفة. الضربة الحرة المباشرة لنادي أولمبيك خريبكا أو عبد الصمد وراد، تنفذ بطريقة غير مباشرة خطيرة جدا لكن تذهب بعيدة عن دفاع النادي وفاق سطيف الجزائري، وتتحول بالتالي ضربة مرمى لصالح الحارس. وهنا الإعادة نفذت بإتقان لكن المتابعة لم تكن بالجيدة من طرف محمد أمين نجمي. كرة تلعب، جديات العمور جديات، محاولة المرور لنادي أولمبيك خريبكا، هناك شد من القميص لكن الحكم يعلن عن تماس لنادي وفاق سطيف الجزائري. فريق وفاق سطيف الذي تلقى معلومات كبيرة عن نادي أولمبيك خريبكا من طرف المدرب الجزائري لنادي مولودية وجدة المغربي السيد أيد جودي، الذي ربما زود الفريق الجزائري بكل المعلومات التي تخص النادي الخريبكي وحذرهم من مجموعة من الأسماء، كاميري، مرصادي، جمال تريكي، لكن لكل مدرب رؤيته على أرضية الميدان. هنري دي بيرو يحتفظ بكل الأوراق لخوض مباراة اليوم بشكل جيد الذي يليق بحجم النادي. كرة تلعب أمامية لجمال تريكي من الجهة اليمنى، جمال يبحث عن المساندة، يمرر للوراء لإبراهيم البزغودي، إبراهيم لكاميرا محمد كول، كاميرا هناك مضايقة، هناك مضايقة، الحكم يعلن عن مخالفة ضد اللاعب كاميرا محمد كول. مخالفة ضد كاميرا محمد كول ربما نعاين
بالفعل كاميرا محمد كول لم تكن هناك مخالفة ضد اللاعب الغيني. يعني الرأي الأخير يبقى للحكم البوركينابي البودو سيرج. المهم نعود لأطوار مباراة اليوم. زكريا مزيل بعد مرور 28 دقيقة عن انطلاق مباراة اليوم لا زال تكافؤ يسود بمباراة نادي وفاق سطيف الجزائري وأولمبيك خريبكا برسم دور سدس عشر نهاية دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي بعد انتصاره بالقاهرة باستاد القاهرة الدولي على النادي الأهلي المصري. الكل يتذكر هذه المباراة الشهيرة بين الأهلي والنجم الساحلي. إبراهيم البزغودي التمرير، التحضير بشكل ممتاز لنادي أولمبيك خريبكا، التمرير دائما الخطورة لنادي أولمبيك خريبكا من الجهة اليسرى. إبراهيم البزغودي هذا إبراهيم لارجو، إبراهيم لارجو محاولة التمرير من الجهة اليسرى، إبراهيم سيتمكن من التمرير. الحكم هذا يقول زاوية لنادي أولمبيك خريبكا، زاوية بعد مرور نصف الساعة الأولى من مباراة اليوم. دائما التكافؤ، الضغط هو للنادي الخريبكي لكن بدون فعالية، بدون ليس بالضغط الملموس بشكل كبير على دفاع الجزائري. يعني الأرجل مكبلة، متى ستتم فك القيود؟ فك القيود وكادت تفك قيود يعني أرجل لاعبي أولمبيك خريبكا. الكرة تصطدم، كرة زكريا مزيل تصطدم بالقائم الأيمن لمرمى الحارس سمير حجاوي. زكريا مزيل كان قريب في كرتين عن طريق كرة ثابتة عن طريق زاوية من تسجيل أولى أهداف نادي أولمبيك خريبكا. عبد الصمد وراء الكرة نفذت بإتقان وزكريا مزيل لو سجلت الكرة الأولى لنادي أولمبيك خريبكا لكان لمباراة اليوم طعم آخر. كرة في التماس لنادي أولمبيك خريبكا، يعني مثل هذه الكرات بإمكان إدخال الشك، إدخال الريبة، إدخال الخوف في قلوب الفريق الجزائري. يعني ملزومة على نادي أولمبيك خريبكا الضغط ثم الضغط. حسن السواري، كرة تعود للدفاع الجزائري لكن تفتك. إبراهيم البزغودي التسديد لكن بعيدة جدا عن مرمى الحارس سمير حجاوي، كان أمام إبراهيم البزغودي حلول أخرى عوض التسديد. وهنا سقوط المدافع الجزائري معايزة عادل عميد نادي وفاق سطيف الجزائري اللاعب الدولي الجزائري. مواجهات مرتقبة بين الكرتين المغربية والجزائرية، ربما يبقى أقربها هي المواجهة بين المنتخب الوطني المغربي المحلي والمنتخب المحلي الجزائري برسم تصفيات كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية والتي من المزمع إقامتها عام 2009 بالكوت ديفوار. يعني نادي أولمبيك خريبكا ووفاق سطيف هي الأقدار، ربما كان بإمكانها أن تضع الفريقين في مواجهة قبل موسمين أو الموسم الماضي بالضبط برسم دوري أبطال العرب الذي عرف فوز وفاق سطيف باللقب. يعني مباراة اتحاد جدة السعودي وأولمبيك خريبكا، الفائز في هذه المباراة كان سيواجه نادي وفاق سطيف الجزائري، لكن أولمبيك خريبكا خرج بعد الهزيمة ذهابا بثلاث أهداف لهدف واحد، لكن ربما هدف جاريت بورغيت المكسيكي هنا بهذا الملعب أربك حسابات النادي الذي لم يتمكن من التأهل للدور الموالي ومواجهة نادي وفاق سطيف الجزائري الذي أحرز اللقب بعد إقصائه لاتحاد جدة السعودي. نعود مرة أخرى، هي فقط حكايات مرت من مباريات كأس الاتحاد ودوري أبطال العرب. إبراهيم البزغودي، كرة تعود من رضوان بقلال لعبد الصمد وراد، فتح اللعب مطلوب للجهة اليمنى محاولة المرور لكن تفتك وتعود مضادة للفريق الجزائري للإيفواري سيرين جينغونغ أروا. أروا ضغط من طرف العميد عبد الصمد وراد الذي يحصل، يعني الحكم يعلن عن مخالفة للنادي الجزائري. يعني صرامة حكم مباراة اليوم تبدو واضحة خلال كرات نادي وفاق سطيف الجزائري. هذا اللاعب الإيفواري سيري جينغونغ أروا، اللاعب الذي كان يجاور سابقا نادي تونسي وانتقل للوفاق الجزائري. هنا دائما الصراع، التمرير، الكرة تعود لنادي وفاق سطيف. جمال، جمال لكن تعود للدفاع لرقم أربعة العفاوي عبد القادر مسجل الهدف ضد نادي المجد السوري الهدف الثاني. كرة تعود مرة أخرى لنادي الوفاق. صراع بين كاميرا محمد كول، عبد الصمد وراد يمر بشكل ممتاز، سيري حذاري من سيري لي. أديكو مارسيل
أديكو مارسيلا تحضير حذري حذري من التسديد. الحمد لله دابت بدون خطورة وبدون أن تربك حسابات التي تدور في مخيلة الحارس حمزة بودلال الذي يبرز بشكل كبير بمرمى أولمبيك خريبكا. حارس حمزة بودلال الذي تدرج بكل فئات النادي وصولا لفئة الكبار، حرس مرمى المنتخب الأولمبي واليوم منادى عليه للكبار ومباراة بلجيكا القادمة. كرة لنادي أولمبيك خريبكا، جمال تريكي، الكرة تذهب في التماس لنادي أولمبيك خريبكا. في التنفيذ رضوان بقلال، هذا جمال تريكي لمحمد أمين نجمي. علوي مدغري هشام، هدوء ربما يخيم على ملعب الفوسفات مدينة خريبكا، ربما والحذر من قيمة الفريق الجزائري نادي وفاق سطيف. التمرير من رضوان بقلال، محاولة المرور، كرة تفتك وتعود مضادة، حذاري من المضاد، حذاري من المضاد، حذاري من المضاد، زكريا مزيل، حذاري دائما الخطورة. أديكو مارسيل، أديكو مارسيل، والكرة تذهب الحمد لله في أيدي حمزة بودلال. وهنا أولى إنذارات مباراة اليوم للاعب أديكو مارسيل الذي يحصل على بطاقة صفراء. أديكو مارسيل اللاعب الإيفواري يعرف بشكل كبير كرة القدم المغربية بحكم أنه لاعب سابق لنادي المغرب التطواني حين كان يجري مباراته برسم القسم الوطني الثاني أو لما كان بالقسم الوطني الثاني. أديكو مارسيل على صورة اللاعب الإيفواري، اللاعب السابق لأفريكا سبورتس لجمعية أبيدجان. هنا تضارب السقوط والإنذار مستحق من طرف الحكم البوركينابي إلبودو سيرج بولان. حتى التغطية كانت جيدة من حمزة بودلال. الكرة تعود مرة أخرى لنادي أولمبيك خريبكا لعلوي مدغري هشام. زكريا مزيل، زكريا بعد المباراة الأولى ضد فريق مغاربي ونادي مولودية وهران اليوم يخوض مباراة أخرى ضد نادي جزائري آخر، نادي وفاق سطيف. التمرير وتعود مرة أخرى لنادي أولمبيك خريبكا للوراء لكاميرا محمد كول. كاميرا كول، محاولة المرور، الحكم يعلن عن مخالفة لنادي أولمبيك خريبكا. مخالفة ضد كاميرا محمد كول، ضد هذا اللاعب بداش محمد رقم 30 بنادي وفاق سطيف الجزائري. وهنا المخالفة لأصل الخطأ. نعود للمخالفة التي تنفذ، الحكم يأمر بإعادة تنفيذ الكرة لنادي أولمبيك خريبكا على بعد 10 دقائق. هدف يعني مطلوب خلال الجولة الأولى، هدف مرفوض سيكون بدافع معنوي كبير للفريق الخريبكي. هنا الكرة، تدخل الدفاع الجزائري وإبعاد الكرة بشكل كلي. المتابعة إبراهيم لارجو، لا 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 لا، خطيرة خطيرة جدا، لكن حمزة بودلال ممتاز، ممتاز بودلال، يعطي الثقة للمدافعين بشكل كبير بحكم أنه يجيد لعب الكرة بالرجل. هنا عبد الصمد وراد، الكرة تعود مرة أخرى لرقم 8 لموشية خالد. كرة تعود للوراء لرحو سليمان، معايزة عادل، جديات عمور جديات، لاعب خط الوسط يمد اللاعب سيرين جونغ بالكرة، كرة أمامية، التحضير من زيايا. وهنا بداش الحكم يتدخل للإعلان عن مخالفة لنادي أولمبيك خريبكا. هذا اللاعب جديات الذي تم اختياره كأحسن لاعب بدور المجموعات لدوري أبطال العرب خلال هذا الموسم، يعني لاعب ممتاز جدا بنادي وفاق سطيف الجزائر ومرشح أيضا لإحراز لقب أفضل لاعب بدوري أبطال العرب. ثلاث واجهات للنادي الجزائري، دوري أبطال العرب، دوري أبطال إفريقيا، وكأس الجزائر وكأس الجمهورية، يعني أربع واجهات بالإضافة للدوري الجزائري. أما أولمبيك خريبكا فثلاث واجهات لهذا النادي هذا الموسم. هنا العمور جديات، يعني لاعب سهل النرفزة بحكم أنه طرد ضد الرجاء برسم دوري أبطال العرب. نرفزة تتوضع على هذا اللاعب خلال فترات متفاوتة. هنا التمرير، لم تكن التمريرة جيدة. عبد الصمد وراد، اتجاه إبراهيم البزغودي، إبراهيم البزغودي، محاولة المرور، التمرير، اتجاه كاميرا محمد كول، كاميرا كول، التسديد لكن بعيد عن مرمى الحارس. سمير حجاوي للاعب الغيني كاميرا محمد كول، علما أن غيني آخر يتواجد بدكة البدلاء وهو اللاعب بانغورا عمارة كاربا. الورقة الرابحة للمدرب البلجيكي أونري دي بيرو.
هنا التسديدة لم تكن بالموفقة، خروج مرة أخرى لحمزة بودلال للحد من خطورة الكرة الأخيرة لنادي وفاق سقيفة الجزائري. كرة لمحمد أمين نجمي فريق أولمبيك خريبكة، يعتمد بشكل كبير على البناء بالاعتماد على خط دفاع، يعني مع تنويع البناءات من الجهتين اليمنى واليسرى، لكن يعني بدون فعالية كبيرة وبدون خطورة كبيرة على دفاع نادي الجزائر. هنا تحضير حسن السواري، الكرة تعود لجديات عموري، جديات عموري بن قادة لزيايا، حذاري من زيايا من الجهة اليسرى، واجب التغطية، حذاري من مارسيل أديكو، وهنا الكرة ضربت مرمى لحمزة بودلال. عبد الملك زيايا لاعب رقم 9 بالنادي الجزائري، يعني لاعب خط امامي ممتاز جدا. زكريا مزيل للعميد عبد الصمد وراد، ابراهيم بزغودي محاوله المرور، التمرير، كره اماميه، كره اماميه، بقلاله، تسديد، تسديد موفق لكن بدون خطوره على مرمى الحارس سمير حجاوي. ربما الحلول بدات يعني ربما تتوجه نحو التسديد من طرف لاعبي اولمبيك خريبكة، وتعليمات برنار سيمون دي متواصله المدرب الفرنسي لنادي وفاق سقيفة الجزائري الذي جاور مجموعه من الانديه الفرنسيه، كندي اميان وكندي اجاسيو، كلاعب علما انه مدرب ممتاز محنك، يعني خصوصا لما كان يشرف على نادي نجم الساحل التونسي الذي يسعد لخوض مباراة برسم دوري أبطال إفريقيا، مباراة النجم الرياضي الساحلي بطل المسابقة. يعني الوصيف الأهلي المصري سيكون في مواجهة لنادي التحرير من إريتريا، علما أن الفريق التونسي ليس النجم الساحلي بل النادي الإفريقي سيكون في مواجهة لنادي أسكوكارا توغولي. أما الأندية الجزائرية فهي ممثلة بشبيبة القبائل ووفاق سطيف. القبائل قطع الخطوة الأولى بعد انتصاره على نادي أشانتي جولد ب3-0 في انتظار مباراة الإياب. أما الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية فهو لحدود هذه الدقيقة يحقق التعادل السلبي هنا من ملعب فوسفور مدينة خريبكة في انتظار الهدف. كرة أمامية تجاه جمال التريكي، تدخل اللاعب الإيفواري سيري، كاميرا محمد كول، كاميرا بنية جسمانية محترمة، يحصل على مخالفة ويطالب بالإنذار. روح رياضية كبيرة بين اللاعبين الجزائريين والمغاربة. هنا عبد الصمد وراد، إبراهيم المزغودي وراد لحسن السواري، التحضير، التحضير لكن في الأخير تدخل العميد معيزة عادل. هنا الكرة مرة أخرى للنادي الجزائري، يعني لاعبي الفريق الجزائري يمتازون بمهارات كبيرة ربما تظهر قيمة النادي. مهارات كبيرة للاعبين الجزائريين لاعتماد خلال الجولة الأولى عن المضاد الهجومي، وربما هو ما طلبت بها الصحافة الجزائرية المتواجدة لتغطية المباراة هنا بالمغرب. علما هي تحية لكل الأشقاء الجزائريين، إن علما أن المباراة تنقل أيضا على التلفزيون الجزائري. مباراة على بعد 4 دقائق من نهاية الجولة الأولى تعيش على إيقاع تعادل السلبي، وهو ما لا يرضي يعني يطالب بالذبح. ربما هي صورة معبرة لهوري دي بيرو، يطالب اللاعبين يعني كل الحصص التدريبية لهوري دي بيرو يتعامل بالجدية، هي مطلوبة الجدية لكن هذا لا يغيب الفكاهة الضحك، يعني شيء يتميز به المدرب البلجيكي هنري دي بيرو في التعامل وفي التأثير إيجابيا على نفسية لاعبي أولمبيك خريبكة. هنا تماس الفريق الجزائري في التنفيذ، رحو سليمان، رحو سليمان، حذاري من هذا اللاعب الذي يجيد الانسلالات على مستوى الجهة اليمنى. راحو سليمان احد افضل لاعبي الجهه اليمنى بالدوري الجزائري، حذاري من راحو سليمان. زكريا مزيل يتدخل، كره دائما خطيره لكن في يد حمزه بودلال. الفريق الجزائري بدا يتخلص من الحضر الدفاعي، بدا اول اخر يمارس الضغط على دفاع الاولمبيك. الحكم يتدخل للاعلان عن مخالفه لنادي اولمبيك خريبكة، تلعب بسرعه. ابراهيم مزغودي لكاميرا محمد كول، كول، كول الغيني، كول لجمال، جمال يعني تباطؤ يضيع كرة لا تضيع على جمال التريكي. كاميرا محمد كول كان قريب جدا، يعني لو بتمريرة كاد أن يهدي النادي
وربما اولى اهداف مباراه اليوم. كره لم تستثمر على النحو الامثل. ابراهيم البزغودي، ابراهيم ونرفزت سيمون دي برنار، كره تضيع من كول، تعود من زياي عبد الملك لرقم 8 لمشي خالد، والحكم يامر بمخالفه لنادي اولمبيكو ليبيا على بعد دقيقتين فقط عن نهايه الجوله الاولى في انتظار الوقت البدل الضائع. وهنا يصل نبأ تعادل الترجي التونسي، تسجيل هدف التعادل للترجي امام رشاد البرنوسي. هنا تمرير من الجهه اليمنى جمال التريكي، جمال محاوله المرور، الحكم ماذا يقول؟ المخالفه لنادي اولمبيكو ليبيا على بعد دقيقه ونصف من نهايه الجوله الاولى وثلاث دقائق وقت بدل ضائع. يعلنان الحكم الرابع السيد عشيق رضوان الحكم المغربي. ثلاث دقائق ومخالفه لاولمبيكو ليبيا. ابراهيم لارغو في التنفيذ. هنا اصابه جمال، نتمنى له الشفاء العاجل لمواصله ما تبقى من اطوار المباراه الحاسمه. الجمهور الاخريبكي لا زال ينتظر، لا زال يترقب الاهداف مباراه اليوم. يعني ملعب مملوء عن اخره بالجماهير، يعني لو كان الطاقه الاستيعابيه للملعب اكثر من 7 أو 8 آلاف لكان الجمهور اكثر واكثر، لكن الجمهور يفي بالغرض من اجل مسانده ممثل المغرب اولمبيكو ليبيا. نتمنى ان يكونوا الاهداف الاولمبيك. كرتين ثابتتين كاد ان يعطيان هدف الاول، الكره الثابته الثالثه. ابراهيم لارغو في التنفيذ، ربما الهدف الاول، ذلك ما نتمناه لنادي اولمبيكو ليبيا. ابراهيم لارغو يستعد للتنفيذ، الكره تنفذ وتذهب في الزاويه، زاويه لاولمبيكو ليبيا بعد تدخل هذا اللاعب، اللاعب الذي يجيد البناء جديات العموري. كره ملعوبه، الكره تعود، الكره تعود، وابعاد الخطوره، ابعاد الخطوره دائما لنادي اولمبيكو ليبيا في التماس. 4 دقائق أو 3 دقائق المتبقية من نادي أولمبيكو ليبيا لتسجيل أولى أهدافه في مباراة اليوم. عبد الصمد وراد، كاميرا محمد كول وراد كول الغيني، محاولة تمرير، كرة تمرر لجمال التريكي من الجهة اليمنى، جمال، جمال، الكرة العرضية وتدخل الدفاع الجزائري، غياب أي لاعب مهاجم بمنطقة عملية النادي الجزائري. كرة تعود مرة أخرى زكريا مزيل، زكريا مزيل في محاولة المرور يحصل على مخالفة اللاعب المغربي زكريا مزيل لاعب اولمبيكو ليبيا. سوء تفاهم مع الجديات العموري بن قاد اللاعب الجزائري. دقيقة ونصف عن او دقيقتين ونصف عن نهاية الجولة الأولى. دائما التعادل السلبي يخيم على أطوار مباراة تجرى ملعب الفوسفات بمدينة ليبيا. عبد الصمد وراد، يعني صعود كلي لكل الاسماء، يعني امر غريب لنادي اولمبيكو ليبيا، صعود كل الاسماء، 10 لاعبين بمنطقه عمليات الفريق الجزائري. حذاري من المضاد، عبد الصمد وراد، كره تنفذ، الكره تنفذ، حذاري خالد، هدف اول، هدف اول، قلت الهدف قادم، وبالفعل تاكدت الاطروحه والطرح باولى اهداف الفريق المغربي نادي اولمبيكو ليبيا. هدف في وقت الوقت في محله والهدف في محله، اجمل الاوقات، الوقت بدل ضائع، قلت يعني كرتين ثابتتين كاد ان يعطيان هدف اول، ونفس اللاعب، التنبؤ كان صحيح. زكريا مزيل استثمر الكره بشكل ممتاز، وهدف اول لاولمبيكو ليبيا، الحمد لله، هدف لصفر. نتمنى ان تاتي اهداف اخرى للنادي الخريبكي، نادي اولمبيكو ليبيا. من تمكن من تسجيل الهدف هو العلوي مدغري هشام. هنا زغريد بملعب الفوسفات بمدينه ليبيا، هدف في مرمى وفاق سطيف الجزائري، هدف نتمنى ان يكون بانعكاس ايجابي على عناصر اولمبيكو ليبيا في مشاركتها الثالثة افريقيا. هذه المرة تعد المشاركة الأولى بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم، والمنافسة الكبيرة بين النجم الرياضي الساحلي الذي سيواجه داونز السنغالي بطل افريقيا. هنا الحكم يعلن عن مخالفة للنادي الجزائري. الحكم يعلن عن مخالفة، ضربة حرة للنادي الجزائري. أتمنى معاينة الإعادة من طرف الطاقم التقني التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي يشرف على نقل مباراة اليوم الوحدة الرابعة.
بقيادة إبراهيم غطوس. مشكورين كل الزملاء. وهنا هطول بطاقة حمراء، يعني من اللازم بطاقة حمراء، يعني أتمنى إعادة التدخل الأخير للاعب الجزائري رقم 8 لمشي خالد. تدخل غير رياضي بتاتا، يعني تدخل غير رياضي بتاتا من طرف اللاعبين الجزائريين. مطلوب تدخل البودو سيرج بولا، مطلوب تدخل البودو سيرج بولا. أتمنى معاينة الإعادة للحركة الغير أخلاقية الغير رياضية من طرف اللاعب لموشيا خالد. يعني لا داعي للنرفزة، لا زالوا لك 45 دقيقة ممكن أن تتحول النتيجة لهذا الفريق أو الفريق الآخر. وهنا نظرات أوري دي بيرو، تهدئة النفوس، يعني المباراة تدور في جو رياضي بين لاعبي الفريقين. الحكم لم يعلن عن أي شيء، يعني عينت التدخل كان غير رياضي بتاتا من اللاعب لموشيا خالد، لكن الحكم يأمر بتنفيذ المخالفة لنادي وفاق سطيف الجزائري. وهنا هنا بل في المر هنا نعاين هنا نعاين هنا نعاين لكمات من طرف اللاعبين الجزائريين. الحكم لم يحرك ساكنا. نهاية الجولة الأولى، دقائق عن نهاية الجولة الأولى، وهنا المخالفة الضربة الحرة للنادي الجزائري، نادي وفاق سطيف الجزائري. يعني أطلب من الزملاء، هو هدف للسفر لنادي أولمبيك خريبكا أمام نادي وفاق سطيف الجزائري. وهنا الفرصة الأخيرة لنادي وفاق سطيف الجزائري في التنفيذ العميد. معيزة عادل، معيزة عادل في التنفيذ. نتمنى ان تمر هذه الكره بسلام على ابناء اوري دي بيرو على بعد ثواني من اعلان الحكم البودو سيرج بولا عن نهايه الجوله الاولى. يعني فرصه بطابع الخطوره. مشكورين الزملاء. كره تنفذ من جديات العمور حداري، حداري نفذت بشكل ممتاز من العمور جديات، لكن تمر بسلام على مرمى الحارس حمزه بودلال. هذا العمور جديات، الكره تنفذ والجوله الاولى في طريقها للنهايه. والرشاد البرنوسي خبر صار جدا يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الترجي الرياضي التونسي. تقدم الناديين المغربيين، ذلك ما نتمناه ونرجوه. وهذه تحية خالصة مني أنا سفيان الرشيدي، على أمل أن ألقاكم مع انطلاق الجولة الثانية. إلى اللقاء مشاهدي عشاق القناة الرياضية، أعود بكم من جديد لملعب الفوسفات بمدينة خريبكا والجولة الثانية من مباراة نادي وفاق سطيف الجزائري وأولمبيك خريبكا برسم دور سدس عشر نهاية كأس العرش. الجولة الأولى انتهت لصالح أولمبيك خريبكا بهدف لصفر، هدف علوي مدغري هشام في الدقيقة 46 من الجولة الأولى. يعني الوقت البدل ضاع حسم نتيجة الجولة الأولى بتقدم نادي أولمبيك خريبكا بهدف لصفر، برغم أن الأداء لم يكن كبير، يعني غابت الفعالية على لاعبي الخط الأمامي في انتظار الجولة الثانية وما سيعطيه المدرب أوري دي بيرو لأبنائه للاعبيه من أجل دخول الجولة الثانية بمعنويات أفضل وبإمكانيات أفضل، أن تفك القيود المطبقة على لاعبي أولمبيك خريبكا خلال الجولة الأولى خصوصا على مستوى الشق الهجومي. هدف لصفر خلال الجولة الأولى من المباراة، يبدو أنه ليس هناك تغيير بنادي وفاق سطيف الجزائري. كل الأسماء التي كانت حاضرة خلال الجولة الأولى حاضرة خلال الجولة الثانية. هنا الإعادة للهدف، هدف نادي أولمبيك خريبكا، هدف جاء بعد الاختلاط داخل منطقة عمليات نادي الجزائري، لكن هيبقى هدف غالي جدا للأولمبيك خلال الجولة الأولى من مباراة اليوم. هدف لصفر، هدف اللاعب علوي مدغري هشام، دخول لاعبي وفاق سطيف الجزائري في انتظار دخول لاعبي أولمبيك خريبكا. عن اللاعب أديكو مارسيل اللاعب الإيفواري
كما قلت مر سابقا بالمغرب بنادي المغرب التطواني. وهذا الحارس المتألق حجاوي سمير استقبلت مرماه يعني هدف خلال الجولة الأولى. يعني نحن كمغاربة نتمنى المزيد خلال الجولة الثانية، نتمنى دك مرمى هذا الحارس مع كامل احتراماتنا لمؤهلاته بأهداف أخرى بإذن الله من أجل تمثيل مشرف لنادي أولمبيك ريبكا أمام نادي يمثل الجزائر الشقيق نادي وفاق سطيف الجزائري الذي يعد واحد من أبرز الأندية العربية والجزائرية. هذا مسجل الهدف على دغري هشام بعد مجيئه من المغرب الفاسي. ربما مسؤولو المغرب الفاسي سيندبون حظهم للاستغناء على لاعب من هذه القيمة من قيمة ومؤهلات هشام علوي دغري هشام. الكل يتنبأ له بمستقبل كبير على مستوى خط الدفاع لا بالبطولة المغربية ولا أيضا بالمنتخب الوطني المغربي لو أعطيت له الفرصة. جولة ثانية يستعد الحكم البوركينابي البودو سيرج بولان على إعطاء انطلاقتها. فريق أولمبيك ريبكا الآخر يدخل بنفس أسماء الجولة الأولى جمال التريكي وحسن السواري بالخط الأمامي. نتمنى نعاين أهداف أخرى لنادي أولمبيك ريبكا. وتنطلق الجولة الثانية من صدام الجزائري المغربي بين أولمبيك ريبكا ونادي وفاق سطيف الجزائري بعدما انتهى الصدام الأول ضد المولودية مولودية وهران بهدفين لصفر ذهابا وأربع أهداف لصفر لصالح الأهداف الجزائري إيابا. اليوم هدف لصفر لأولمبيك ريبكا في انتظار أهداف أخرى. إبراهيم بزوري التحضير لحسن السواري، حسن في محاولة للمرور لكن الكرة صادية تتحول لنادي وفاق سطيف لرقم 8 لموشي خالد لإبراهيم البزغودي. إبراهيم يتقدم محاولة للمرور، إبراهيم يتباطأ يتثاقل وبالتالي الكرة تضيع لصالح النادي الجزائري. العمور جديات النادي الجزائري ربما تغير الطموح وتغيرت وجهة طموحات النادي الخريبكي أو النادي الجزائري. ربما والآخر خلال الجولة الثانية سيسعى لتسجيل على الأقل هدف. يعني نتمنى أن يستغل نادي أولمبيك ريبكا أصغر الفرص من أجل تسجيل هدف آخر لتأمين نتيجة المباراة. كرة من على دغري هشام لنادي أولمبيك ريبكا للجهة اليمنى زكريا مزيل. زكريا في محاولة المرور أمامية للعميد عبد الصمد وراد البناء الهجومي كامارا محمد كول لكن الكرة تعود من الإيفواري سيري دينيون أروى لكامارا محمد كول الغيني لنادي أولمبيك ريبكا. عبد الصمد وراد تمرير الكرة إبراهيم البزغودي من الجهة اليمنى لكن الكرة تطول في التماس لنادي وفاق سطيف الجزائري الذي يحتل المركز الثاني بالدوري الجزائري بفارق 7 نقاط على الجي اس كا نادي شبيبة القبائل. يعني مبتعدا ايضا بنقطتين عن اتحاد العاصمه علما ان جمعيه الشلف تتقاسم المركز الثاني مع وفاق سطيف. يعني التنافس لا زال مطروح بقوه برسم الدوري الجزائري على بعد دورات من النهايه، يعني على بعد 4 دورات من نهايه الدوري الجزائري. هنا كره للوفاق مارسيل اديكو اللي راحوا الدائره الايمن من الجري من الكره تذهب لتماس نادي اولمبيك ريبكا. اللاعب راحوا سليمان يعني اللاعب السابق لبريد وران لشبيبات القبائل الجزائري من عام 98 ل 2006 العام الذي انتقل فيه لنادي وفاق سطيف الجزائري. سليمان راحو كما قلت احد افضل لاعبي الرواق الايمن بالدوري الجزائري لكرة القدم. كرة الفريق الخريبكي ابراهيم البزغودي حسن السواري الكرة تضيع تتحول مرة اخرى للعميد عبد الصمد وراد. وراد تضيع من لموشيا خالد بناء للنادي الجزائري. كرة تلعب للفريق الجزائري الذي يتغير طموحه. حداري حمزة بودلال موفق جدا موفق في الحد من خطورة زيايا عبد الملك المهاجم الجزائري. ابراهيم البزغودي رضوان بقلال التمرير امامي لجمال والحكم يقول حالة تسلل ضد جمال التريكي. راية مرفوعة من طرف الحكم المساعد الاول السيد تيم توري امادو من بوركينا فاسو كما قلت مندوب مباراة اليوم والسيد بابا ساخو الغيني. هنا الكرة للفريق الجزائري لموشيا كرة أمامية من الجهة اليسرى زيايا والحكم يتدخل للإعلان عن مخالفة للنادي الجزائري. حكم يقدم مباراة لا نقول جيدة بل لا بأس بها الحدود هذه الدقيقة.
كورة لرقم 13 دلهوم مراد. دلهوم مراد لراحو راحو سيمان من الجاري من محاولة المرور من راحو، والكرة تعود لنادي أولمبيك ريبكا. يعني يجب إبعاد الخطورة في مساحة ضيقة. كرة يتعامل مع مدافع أولمبيك ريبكا بشكل جيد وإبعاد الكرة بشكل كلي. تتحول مضادة حسن السواري من الجاري اليمنى. حسن السواري محاولة المرور من حسن السواري لاعب السابق لإيسترا الفرنسي لنهضة ستاتيا. محاولة المرور والحكم ماذا يقول؟ مخالفة. يعني كان بالإمكان إعطاء الفرصة لنادي أولمبيك ريبكا وإكمال الهجمة، لكن الحكم يفضل الوقوف عند الخطأ. خطأ لصالح أولمبيك ريبكا ضد حسن السواري، ضد اللاعب رقم 7 الإيفواري سيري ديانيو هاروا. خطأ واضح. كرة ثابتة لنادي أولمبيك ريبكا من الجهة اليسرى لمرمى الحارس حجاوي سمير. حجاوي الذي غاب عن المباراة السابقة برسم دوري أبطال العرب، وعوضه الحارس فراج الحارس السابق لأولمبي العناصر. وهنا الإنذار لرقم 8 لموشيا خالد يستعد لتنفيذ المخالفة. عبد الصمد والرد، والرد في تنفيذ المخالفة لنادي أولمبيك ريبكا. عبد الصمد وراد ينفذ، خطيرة جدا. تعود مرة أخرى من رضوان بقلال لكاميرا محمد كول. كاميرا بمبدأ الأمان والسلامة للحارس حمزة بودلال. أولمبيك ريبكا ربما سيبحث عن هدف ثاني، والمطمح والهدف هدف ثاني ربما سيقوي من حدود النادي بنسبة مئوية. لن أقول بنسبة مئوية كبيرة لأن مباراة الإياب تبقى حاسمة، لكن هدف ثاني مطلوب بحدة بقوة من طرف الجماهير ومن طرف كل أطياف الشارع المغربي المتابعة لممثل المغرب على صعيد دوري أبطال إفريقيا نادي أولمبيك ريبكا. جمال تريكي يحصل على تماس متحرك بشكل إيجابي جدا. جمال خلال الجولة الأولى ولا مع انطلاق الجولة الثانية. إبراهيم بزغولي، جمال تريكي، جمال التحضير وتدخل دفاع الوفاق مرة أخرى للوفاق. تعود من وراد العميد، التحضير من بزغودي، ولكن تعود من طرف العميد معايزة عادل مدافع الفريق الجزائري عميد الفريق في ظل غياب بن شادي العميد الأصلي. كاميرا محمد كول للجهة اليسرى إبراهيم لارجو. إبراهيم لارجو يحتفظ بالكرة محاولة المرور. تأتي المساندة، الحكم ماذا يقول؟ يعلن عن أو حالة تسلل. بالفعل هناك حالة تسلل مرفوعة. وهنا التغيير القادم، بكر الهلالي لاعب الخط وسط نادي أولمبيك ريبكا، ربما الورقة التقنية الأولى للمدرب البلجيكي أوري دي بيرو. هنا بشكل ممتاز جدا من إبراهيم لارجو، وبكر الهلالي يستعد للدخول كبديل. بكر الهلالي مكان كاميرا محمد كول. جولة أولى كانت جيدة بالنسبة لهذا اللاعب الغيني، لاعب شاب من مواليد 86، يعني لاعب مازال صغير في السن، مازال أمامه كل الوقت من أجل إبراز المؤهلات الكاملة لكاميرا محمد كول اللاعب الأصلي لنادي حافيا كوناكري، ليس الأصلي بل لاعب لساو باولو الغيني. تصفيقات الجماهير الحاضرة لكاميرا محمد كول ودخول بكر الهلال القادم من نهضة بركان. حجاوي سمير، كرة أمامية، تدخل دفاع أولمبيك ريبكا دائما خطيرة من مارسيل أديكو من الجهة اليمنى. مارسيل تطول في التماس، تماس لأولمبيك ريبكا. خروج كاميرا محمد كول ودخول بكر الهلال على مستوى الجهة اليمنى التي يغيب عنها الرسمي محمد المرصادي المصاب، والذي يغيب عن مباراة اليوم رفقة سمير فلاح أحد أبرز مدافعي نادي أولمبيك ريبكا. محمد أمين نجمي، كرة أمامية تجاه حسن السواري. حسن السواري والتغطية ممتازة جدا من طرف المدافع العيفاوي عبد القادر. تماس ينفذ بسرعة. رضوان بقلال لإبراهيم لارجو. رضوان بقلال مرة أخرى للعميد عبد الصمد وراد. كرة تلعب باتجاه حسن السواري من الجهة اليسرى متابعة العيفاوي. العيفاوي براس، والكرة دائما للأولمبيك. حسن السواري والكرة تذهب زاوية لنادي أولمبيك ريبكا. يحصل عن الحياة اللاعب حسن السواري الذي كان فيما سبق رفقة النهضة ستاتيا حارس مرمى، لكن تحول لهداف يبقى هداف كبير لا بدور الدرجة الثانية الفرنسي ولا بنادي أولمبيك ريبكا. هنا ضربة مرمى للحارس حجاوي سمير. كما قلت هذا الحارس يعود لرسمية مرة أخرى بعدما غابت عنه لصالح الحارس فراجي. يعني تنافس كبير بين فراجي، بين بن زيد رضوان، وبين ناتيش عبد الرؤوف لحراس مرمى وفاق سطيف.
يعني حراس كبار مروا بكرة القدم الجزائرية، الحارس بن عبد الله دريد، كل أسماء وكل حراس كبار مروا بنادي وفاق سطيف. إبراهيم المزبودي، إبراهيم لارجو من الجهة اليسرى، لن تطول، تمرير عرضية لكن خارج رقعة التباري، رقعة ملعب الفوسفات بمدينة خريبكا. دائما الجماهير وفية لنادي أولمبيك خريبكا بعد مرور 9 دقائق عن الجولة الثانية من مباراة اليوم. بالفعل الكرة لم تتجاوز الخط لكن تجاوزت مرمى الحارس حجاوي سمير سيمون دي برنار. يعني ملامح هذا المدرب، يعني تعصب كبير، متعصب مع مباراة اليوم بشكل كبير جدا. حداري محمد أمين نجم تغطية للاعب جديات، العموري بن قادة، حداري جدا، كرة للوفاق، حداري من التسديد، ممتاز جدا عبد الصمد وراد العميد الأمين على خط وسط النادي. إبراهيم لارجو، إبراهيم يعني فضل المهارة عن التمرير، لكن الحكم البوركينابي إيلبودو سيرج بولان قريب من العملية يعلن عن مخالفة لنادي أولمبيك خريبكا. أولمبيك خريبكا متحرك بشكل أفضل، وهنا ترقب الجماهير الخريبكية، ربما تنتظر هدف ثاني ممكن أن يريح أعصاب اللاعبين ولا الجمهور ولا المسيرين ولا حتى كل من يعاين ويحضر مباراة اليوم. تماسي نادي أولمبيك خريبكا، بكر الهلالي البديل في التمرير وفي التنفيذ، كرة تمرر لزكريا مزيل، زكريا رفع كرة عرضية اتجاه جمال تريكي، التحضير بالصدر جميل جدا، التسديد لكن في الشبكة الخارجية لمرمى الحجاوي سمير، كان قريب أولمبيك خريبكا من إضافة هدف ثاني هو المتمنى وهو الهدف. 55 دقيقة عن مباراة اليوم، جمال تريكي تحضير الكرة بشكل ممتاز، ربما لاعبو فريق أولمبيك خريبكا تحرر من الضغط النفسي، يعني يقومون بالبناء بشكل جيد أفضل من الجولة الأولى، لكن المباراة كما قلت وصلت الدقيقة 10 من الجولة الثانية، لكن التقدم لأولمبيك خريبكا بهدف لصفر. وفاق سطيف الجزائري لموشي خالد حصل على إنذار، كرة تلعب للاعب جديات العموري، راح سليمان من الجهة اليمنى، حداري من عرضية هذا اللاعب، وتدخل الدفاع بشكل ممتاز. وهنا الخبر السعيد، الرشاد البرنوسي وثالث الأهداف، 3 أهداف مقابل هدف واحد للرشاد البرنوسي. بالفعل هنا الكرة تنفذ، حداري تذهب بدون خطورة، تتحول الجهة اليسرى دلهوم، عود اللاعب الإيفواري رقم 7 سيري دينيون أروا، ترجي الرياضي التونسي الذي يلعب للاعب المغربي أبو شروان هشام، اللاعب السابق للرجاء واللاعب الحالي للمنتخب الوطني المغربي. كرة، المتابعة، بكر الهلالي إبعاد الكرة بشكل كلي لجمال تريكي المضاد، جمال للعميد وراد، العميد محاولة البناء، ممتاز جدا حسن السواري، تمرير مرر لجمال لكن يتباطأ ويتضايق مع الجمهور خلال الكرة الأخيرة لنادي أولمبيك خريبكا. تباطؤ حسن السواري، ضيع البناء، كان أن يكون إيجابي جدا لنادي أولمبيك خريبكا. كرة تلعب لأديكو مارسيل، يميل أكثر للجهة اليمنى، والحكم لم يتردد في الإعلان عن تماس أو عن مخالفة لنادي وفاق سطيف الجزائري. 3 أهداف مقابل هدف واحد لنادي رشاد البرنوسي، النادي من القسم الوطني الثاني، يعني متقدم على الترجي التونسي العريق، ترجي تونس بقيادة يوسف الزواوي، يعني نتيجة جيدة، نتمنى أن تضيف الرشاد أهداف أخرى لضمان النتيجة. كل المتمنيات من القلب لكل الأندية المغربية المشاركة قاريا. كرة تلعب، حمزة بودلال، حداري يعني أخطأ قليلا لهذا الحارس خلال المباريات الأخيرة، لكن يتدرك الموقف، بكر الهلالي إبعاد الخطورة في الزاوية لنادي وفاق سطيف الجزائري. في التنفيذ جديات العموري، هنا الإعادة للتدخل الخاطئ حمزة بودلال، ستنفذ الزاوية، جديات العموري ينفذ جديات لكن تذهب بسلام لإبراهيم لارجو، المضاد، لازم يكون سريع وأيضا بفعالية بنتيجة أي هدف. إبراهيم لارجو ممتاز، ممتاز جدا لإبراهيم المزغودي، التمرير لجمال، تريكي، لكن في الأخير تدخل ممتاز والحكم لم يتردد في الإعلان عن مخالفة، يعني في
أقل فرصة للحكم يتدخل للإعلان عن مخالفة للنادي الجزائري. هنا كرة للفريق الجزائري، نادي وفاق سطيف الجزائري. من اللعب لمشي خالد، كرة مضادة لكومارسيل، حداري للجهة اليسرى، حداري حداري من الكرة لنادي وفاق سطيف، حداري وتغطية ممتازة تذهب بسلام وبأمان على مرمى الحارس حمزة بودلال. المضاد مرة أخرى، البناء لنادي أولمبيك فريبكا. زكريا مزيل لرضوان بقلال، الأمل الأمل، لا 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 لا، الكرة تعود مرة أخرى لنادي وفاق سطيف الجزائري. سوء تفاهم يضيع على النادي كرة أخرى، كرة تلعب من الإيفواري سيري، كرة في التماس لصالح النادي الجزائري. سيمون دي برنار محتفظ بكل الأوراق التقنية، يعني يتوفر على اللاعب الطويل بدكة البدلاء مهاجم. وهنا الكرة تلعب جديات العمورية، وهذا اللاعب رقم 17 راحو سليمان، راحو سليمان، يجب الضغط على الحارس حجاوي يبعد الكرة. المتابعة من أمين نجمي أمام اللاعب، لاعب خط الوسط جيات اللاعب الجزائري إبراهيم لارجو، يعتمد على المهارة بشكل كبير. هنا كرة ضائعة من الجهة اليمنى، راحو سليمان، راحو سليمان، راحو راحو راحو، والكرة تذهب براحة كبيرة عن دفاع الفريق الفريبكي. ضربة مرمى لحمزة بودلال، لازم إضافة أهداف أخرى خلال الجولة الثانية لتأمين النتيجة. إبراهيم البزغودي للعميد وراد، وراد أمامية الجمال، غياب حالة تسلل جمال التريكي لرضوان بقلال، لكن تدخل جيد من طرف المدافع الأوسط العفاوي عبد القادر. كرة تلعب، محمد أمين نجمي إبعاد الكرة بشكل ممتاز ببرود الدم للاعب خط الوسط دفاع رضوان بقلال، بقلال لعبد الصمد وراد، وراد ملعوب ابراهيم البزغودي، وتدخل الدفاع لاعب خط وسط نادي وفاق سطيف الجزائر رقم 30 باداش محمد، يقوم بمباراة جيدة على مستوى التغطية على مستوى خط الوسط. تكسير مجموعة من الهجمات لنادي اولمبيك فريبكا. نصف ساعة الأخيرة من مباراة اليوم، نصف ساعة نتمنى إضافة أهداف أخرى لنادي اولمبيك فريبكا، يعني علما أن المباراة التي ستجرى ما بين الرابع والخامس والسادس، أو ما بين الرابع والسادس بمدينة سطيف، رابع والسادس من الشهر المقبل، ستكون حاسمة ومثيرة في مسار كروي لنادي أولمبيك فريبكا الذي يعود، يعني بعد مرور 85 سنة عن التأسيس. هنا إبعاد الكرة، 85 سنة، ثلاث ألقاب، كأس الكؤوس العربية بالأردن ضد الفيصل الأردني في مباراة مثيرة، وهو القاسم المشترك بين الناديين، الناديين معا أحرز دوري أو كأس العربية ضد نفس النادي، نادي الفيصل الأردني، يعني الغير سعيد الحظ ضد الأندية المغاربية. كرة تلعب، حداري، تدخل جيد للدفاع عبد الصمد، تغطية دفاعية جيدة تجاه العميد معايزة عادل، والكرة في التماس لنادي أولمبيك فريبكا. جمال تريكي بسرعة لعبد الصمد وراد، وراد هنا الحكم يأمر بإعادة تنفيذ التماس هذه المرة للنادي الجزائري. 28 نقطة، هنا المدرب سيمون دي برنار المدرب الفرنسي، يعني يترقب ينتظر كل ما من الممكن أن تحمل أطوار مباراة اليوم ضد نادي أولمبيك فريبكا. نادي أولمبيك فريبكا يعرف الشيء الكثير عن نادي وفاق سطيف بحكم أن اللاعب هنا مباراة بالمغرب، لكن ربما حسب تصريحات سيمون دي لا يعرف شيئا كثيرا عن نادي اولمبيك فريبكا الا باستثناء انه بطل المغرب، ومعطى يبقى جيد بالنسبه لهذا المدرب الذي اخذ كل احتياطات. هنا المضاد حسن السواري، الحكم يعود لاصل الخطا، الحكم البودو سيرج بولان يعود لاصل الخطا. كره تلعب بسرعه من الجهه اليسرى، اللاعب ادي كوري من مارسيل في محاوله للمرور، وبكر الهلالي تغطيه ممتازه جدا لزكريا مزيل، زكريا مزيل لابراهيم البزغودي، بكر الهلالي، بكر الهلالي لعبد الصمد وراد العميد، البناء لنادي اولمبيك فريبكا. بكر الهلالي ممتاز، يعني لاعب شاب، كانت اول مباراه لهذا اللاعب برسم مباراه نهائي الدوري التيفي ضد الوداد، قدم مباراه ممتازه جدا، كانت هي تلك اولى مباريات هذا اللاعب بقميص نادي اولمبيك فريبكا. ابراهيم البزغودي، يعني لا داعي لتباطؤ، التمرير جمال تريكي، جمال تسديده والتمرير يفضل المرور،
يعني ربما هنا بطاقة مطلوبة من طرف الحكم البوركينابي البودو سيرج بولان. خطأ مرتكب ضد جمال تريكي، وهنا طارق ميري يستعد لدخول. طارق ميري رقم 6 لاعب الرجاء سابقا، لاعب حسنية قدير يستعد للدخول بصفوف نادي اولمبيك خريبكا. هنا اسعاف احد لاعبي نادي اولمبيك خريبكا جمال تريكي بعد التدخل الاخير ضد هذا اللاعب. أنا 64 دقيقة، طارق ميري الورقة التقنية القادمة للمدرب البلجيكي أونري ديبيرو. جرى هذا المدرب يعني حسب ما قال كان قريب جدا من تدريب نادي وفاق سطيف عوض برنار سيموندي يعني قبل أيام من تدريب أولمبيك خريبكا، لكنه فضل العرض المغربي بحكم أن زوجته تنتمي للمغرب وفضل الاستقرار بالمغرب ورفقة نادي كما قال وبطل المغرب. يوفر كل الشروط اللازمة لحياة كروية من هذا المدرب البلجيكي أونري ديبيرو. هنا الخروج ابراهيم البزغودي، يعني بالفعل ابراهيم كما كان منتظر ابراهيم البزغودي تراجع مردود هذا اللاعب بشكل كبير خلال المباريات الاخيره، لكن هذا لا ينقص من قيمه ابراهيم البزغودي، يعني لاعب شاب مواصفات وامكانيات وتقنيات تؤهل ان يكون كبير خلال المباريات والاستحقاقات القادمه. طارق ميري يدخل كبديل، طارق ميري كبديل بفريق اولمبيك خريبكا، ربما سياخذ الجهه اليمنى وبكر الهلالي سيميل اكثر لخط الوسط. بالفعل طارق ميري سيأخذ مكان بكر الهلالي على مستوى الجهة اليمنى، وبكر الهلالي سيقوم بدوره على مستوى البناء من خط الوسط. هذا محمد أمان نجمي المخالفة، نجمي رضوان بقلال في التنفيذ، كرة تنفذ وتذهب في زاوية للنادي أولمبيك خريبكا، تتحول زاوية للأولمبيك. زاوية لأولمبيك خريبكا، صعود أصحاب القامات الطويلة مرة أخرى، كرة تنفذ من إبراهيم لارغو. إبراهيم لكن المتابعة المرة جيدة من طرف الدفاع الجزائري، ممتاز جدا رحو سليمان، رحو سليمان لكن تغطية من بكر الهلالي، بكر الهلالي ممتاز. كرة أمامية لصالح الفريق الجزائري مرة أخرى، زيايا زيايا رضوان بقلال، تغطية ممتازة لزكريا أمزيل، زكريا أمزيل ببرود الدم لبكر الهلالي. تفاهم كبير بين لاعبي فريق اولمبيك خريبكا على مستوى الشق الدفاعي خلال مباراة اليوم. كرة مرة أخرى للنادي الجزائري الذي يضغط جديات العموري بن قادة، لكن هناك خطأ، الحكم أعطى أسبقية اللاعب لنادي اولمبيك خريبكا، أسبقية اللاعب. طارق ميري، طارق ميري محاولة المرور، محاولة المرور لإبراهيم لارغو. جمال جمال لازم الضغط، لازم الضغط، وتدخل ممتاز من طرف العميد معيزة عدل لاعب متوسط دفاع نادي وفاق سطيف الجزائري. كرة ملعوبة من الجهة اليمنى والكرة في التماس لنادي وفاق سطيف الجزائري. وهنا البديل القادم اللاعب محمد المشري أو المشري زير رقم 12. هنا حداري 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 من كرة وفاق سطيف، حداري حداري من كرة الوفاق، كرة تذهب للجهة اليمنى، حداري التغطية وكرة تبعد بأمان وسلام الحمد لله مرة أخرى. ربما والروح والقلب مع نادي ممثل كرة القدم المغربية، ربما اليوم يغيب الحياد المعهود خلال مباريات البطولة المغربية. هنا التسديد، التسديد وبسلام عن مرمى حمزة بودلان. 64 دقيقة عن مباراة اليوم، هنا التغيير، المشري سيدخل مكان بداش محمد لإعطاء نفس جديد على مستوى خط الوسط للنادي الجزائري. اللاعب المشري، المشري زيير، وخروج بداش، بداش محمد. تغيير ورؤية المدرب برنار سيموندي، يعطي تعليمات لرقم 17 رحو سليمان، اللاعب المميز على مستوى الجهة اليمنى. بعد أن تألق اللاعب داود لاعب ولودية وهران بهذا الملعب ضد أولمبيك خريبكا، وراح سليمان والآخر يظهر إمكانيات كبيرة رفقة نادي وفاق سطيف، علما أن السوق الانتقالات المغربية مفتوحة أمام اللاعبين الجزائريين. إبراهيم لارغو، إبراهيم لارغو من الجهة اليسرى، إبراهيم إبراهيم، والكرة تذهب بعيدا عن مرمى الحارس حجاوي سمير.
إبراهيم لارجو قد فترة إعارة بنادي الفتح الرباطي، فترة كانت مهمة بالنسبة لهذا اللاعب الذي عاد مرة أخرى للتوهج بنادي أولمبيك خريبكا. كرة تلعب، التغطية على وندغري هشام، إبعاد الخطورة، إبعاد الخطورة والخطأ، الخطأ حسن الصواري، حسن التسديد، يعني كان لابد تأطير الكرة أولا والتسديد في الوهلة الثانية، لكن فضل التسديد مباشرة لخدع الحارس حجاوي سمير. ونهاية مباراة رشاد البرنوسي والترجي التونسي بنتيجة إيجابية لرشاد البرنوسي، 3 أهداف مقابل هدف واحد، هنيئا بهذه النتيجة لنادي رشاد البرنوسي. في انتظار الممثل الثاني لكرة القدم المغربية على الصعيد الإفريقي، هذه المرة على صعيد دوري أبطال إفريقيا أولمبيك خريبكا، حسن السواري، حسن السواري الحكم يعطي يعني صلاحية اللاعب لنادي وفاق سطيف، علما أنه كان هناك خطأ. جديات العموري، كرة تتحول للجهة اليسرى للاعب دلهوم مراد، دلهوم مراد البناء من الجهة اليسرى والكرة تطول في التماس، تماس لصالح نادي أولمبيك خريبكا. مباراة الإياب سيقودها طاقم تحكيمي من الرأس الأخضر، مباراة الذهاب اليوم يقودها تحكيم بوركينابي. كرة تلعب من على وندغري هشام لإبراهيم لارجو، إبراهيم محاولة المرور، التمرير اتجاه جمال، التحضير لرضوان بقلال، دائما الصراع رضوان بقلال يعني بشكل جيد، تغطية على وندغري هشام، علوي للحارس حمزة بودلال، حمزة بودلال كرة ملعوبة أمامية اتجاه عبد الصمد وراد، عبد الصمد وراد البناء لنادي أولمبيك خريبكا على بعد 23 دقيقة من نهاية المباراة، مطلوب الضغط، مطلوب إضافة هدف ثاني، كرة ملعوبة حسن السواري لبكرة الهلال من الجهة اليمنى، لكن الكرة تطول في التماس لنادي وفاق سطيف الجزائري. 23 دقيقة حاسمة، يعني المنتصر في مباراة اليوم ما بين وفاق سطيف وأولمبيك خريبكا سيواجه خصم لا يقل يعني ثقله عن ثقل الناديين المغاربيين، هو نادي أسيك ميموزا الإيفواري، يعني خصم كبير ينتظر المتأهل عن هذه المباراة ومباراة الإياب أيضا. نتمنى أن يكون نادي أولمبيك خريبكا راحو سليمان من الجهة اليمنى، راحو حداري، حداري من راحو ممتاز جدا، إبراهيم لارجو تغطية ممتازة، رضوان بقلال، رضوان بقلال التمرير اتجاه جمال، جمال تريكي، جمال محاولة المرور، يحتفظ بالكرة البحث عن المساندة، وخطأ واضح 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 يعلن عنها الحكم البوركينابي البودو سيرج بولان، البودو سيرج بولان لاعب رقم 8 نموشية خالد، فعل كان تدخل، الحكم لم يشهر ورقة حمراء علما هذا اللاعب، وهذا اللاعب رقم 7 وليس المشي خالد، المشي خالد لديه انذار، وهنا البديل القادم الخطير المكير احد افضل اللاعبين خلال السنوات الاخيره بكره القدم الجزائريه الحاج عيسى الازهر يستعد للدخول كبديل خلال الثلث ساعه الاخير من مباراه اليوم. هنا المخالفه، هنا الضربه الحره، عبد الصمد وراد ربما الهدف الثاني في الطريق، وراد ورضوان بقلال في التنفيذ، نتمنى ان يكون الهدف الثاني، الكره تنفذ، تدخل الدفاع الجزائري، تعود مره اخرى من جمال، جمال، جمال تريكي يحاول المرور من الجهه اليسرى، والكره تذهب ضربه مرمى للحارس حجاوي سمير، جمال تريكي عاود تمرير كرة عرضية فضل المناورة من الجهة اليسرى، وبالتالي ضاعت فرصة أخرى على نادي أولمبيك خريبكا. الثلث ساعة الأخير من مباراة اليوم، الحاج الأزهر عيشة أو عيسى يسعد للدخول، هو مصاب كما قال يعني ب 40% من إمكانياته يدخل الحاج عيسى خلال مباراة اليوم بعدما غاب عن مباريات كثيرة عن وفاق سطيف. الحاج عيسى الأزهر يسعد للدخول مكان الإيفواري أديكو ريمي مارسيل، تغيير مهاجم بمهاجم، حاج عيسى حذري من هذا اللاعب يبقى بإمكانيات كبيرة لزهر الحاج عيسى، خروج ريمي مارسيل، مباراة متواصلة، ضربة مرمى لسمير حجاوي، سمير المتابعة من محمد أمين نجمي والحكم يتدخل، يعني أمر أصبح يظهر للعيان، مخالفة لصالح وفاق سطيف الجزائري، هنا نرفزة اللاعب دلهوم مراد،
كرة عبر الوفاق، أونري ديبرو يترقب حاج لزهر عيسى، العرضية حداري حداري لكن تذهب بسلام في التماس لنادي أولمبيك خريبكا من طارق ميري. 71 دقيقة 19 دقيقة عن نهاية الجولة الأولى أو الجولة الثانية والمباراة بين الوفاق والأولمبيك. كرة تلعب أمامية تجاه جمال، جمال غياب حالة تسلل، جمال تريكي، جمال لكن المتابعة جيدة من راح سليمان ويحصل على مخالفة، يعني خطأ، يعني أجزم بشكل كبير أن الخطأ كان لصالح جمال تريكي والإعادة ستوضح ذلك. هنا نعاين، يعني خطأ واضح جدا لجمال تريكي، الحكم يعلن عن المضاد. كرة للوفاق، حداري حداري، هنا الحكم، هناك راية مرفوعة، تسلل ضد اللاعب حاج عيسى الأزهر وسقوط اللاعب رقم 17 راحو سليمان الظهير الأيمن. سقوط راحو سليمان على أرضية الميدان في مباراة ليست للنسيان بدوري أبطال العرب لكرة القدم. هنا راحو سليمان على أرضية الملعب ورقعة التباري اليوم بين الفريقين الكبيرين وفاق صيف اولمبيك خريبكا. الكفة تميل يعني نوعا ما لنادي اولمبيك خريبكا بهدف وحيد، لكن هدف غير كافي بحكم الاجواء التي تحيط بمباريات الاياب، بملعب المباراة، ملعب مباراة الاياب، ملعب 8 ماي 45 الذي يتسع ل 25 الف متفرج، وال يعني المعروف بالارضية الاصطناعية من الجيل الثالث. يعني أجواء يجب أخذ الحيطة والحذر، يجب تفادي كل ما بإمكانه أن يربك حسابات نادي أولمبيك خريبكا، يعني هدفين على الأقل. هنا على ومدغري هشام اتجاه إبراهيم لارجو، إبراهيم لارجو لرضوان بقلال، رضوان التمرير للعميد وراد اللي بكر الهلال، وراد فتح زاوية لعب بشكل ممتاز لطارق ميري من الجهة اليمنى، العرضية مطلوبة والرأسية مطلوبة هي أيضا لكن تعود، رضوان بقلال التسديدة والتمرير يفضل التمرير، رضوان رضوان الانسلال دائما الخطوره، الكره مبعده عبد الصمد وراد لجمال تريكي من الجهه اليسرى والكره تذهب في التماس لصالح الفريق الجزائري. كره من راحو سليمان للعميد معيز عادل، حجاوي سمير، الكره مبعده من اللاعب الايفواري سيري، سيري مباشره للحارس حمزه بودلال الذي ينتمي لنفس المنطقة هو اللاعب رضوان بقلال واللاعب صلاح الدين عقال المحترف حاليا بنادي الاتفاق السعودي، ينتمون لنفس المنطقة، منطقة هنا بمدينة خريبكا أعطت أسماء كبيرة، منطقة الفيرما، يعني ثلاث أسماء بتوهج كبير من نفس المنطقة، بقلال بودلال وعقال، يعني نفس الخاتمة، نفس القافية ونفس الأداء والتوهج بالنسبة لهذا الثلاثي. كرة ملعوبة أمامية، حسن السواري، حسن حسن الشاطر حسن، لكن الكرة ربما ستذهب في التماس، تماس لنادي وفاق سطيف الجزائري. ربما الشاطر حسن غاب عنه التوهج خلال مباراة اليوم، يعني معهود عن هذا اللاعب التهديف، لكن يغيب التهديف من سجل الهدف، وكما العادة هو مدافع، هو العلوي مدغري هشام. كرة تلعب لوفاق سطيف من رقم 8 لموشية خالد، لموشية خالد، كرة ملعوبة، حذاري من جديات، حذاري من جديات، وراية مرفوعة، راية مرفوعة، حالة تسلل يعلن عنها الحكم المساعد درابوا وتيم توري أمادو. مشكور زملاء التقنيين، مشكور مخرج المباراة سمير الرشداني وكل الزملاء التقنيين التابعين لشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ممثلة اليوم بقناة الرياضية. كرة تلعب أمامية، تدخل اللاعب الإيفواري، تدخل اللاعب الإيفواري سيري، كرة دائما متواصلة، هنا تدخل في حق بكر الهلالي، تدخل في نوع من الخشونة بالنسبة لهذا اللاعب بكر الهلالي الذي كان مصاب، غاب لحوالي 4 مباريات. وهنا المباراة متواصلة، يعني خطأ واضح، خطأ واضح جدا من طرف البديل مشري زيير. كرة تلعب لنادي الوفاق، وفاق سطيف الجزائري، دلهوم مراد
دلهوم الكرة دي بكرة لكن راح سليمان في المتابعة لدلهوم مراد. دلهوم كرة للجهة اليسرى للاعب سيري، سيري الإيفواري. هنا محاولة جلب أو استدراج لاعبي أولمبيكو ريبكا من أجل إيجاد المساحات في دفاع أولمبيكو ريبكا، يقدم أداء جيد اليوم في انتظار الأهداف، أهداف أخرى لتأمين نتيجة المباراة. هنا البديل قادم بنادي وفاق سطيف الجزائري، ثالث أوراق سيمون دي برنار. كرة تلعب أمامية اتجاه جمال تريكي المتابعة من معيزة عادل. جمال ومعيزة والكرة في التماس أو في الزاوية لنادي أولمبيكو ريبكا، يعني الكرة الثابتة هي التي بإمكانها فك شفرة الدفاع. علما أن الشفرة فكت نوعا ما بهدف الأول للعلوي مدغري هشام، لكن نتمنى أن تفتح كليا شفرة دفاع نادي وفاق سطيف. جمال تريكي ممتاز، رفعة لم تكن بنفس الإجادة. كرة مبعدة، زكريا مزيل، كرة من سيري، سيري ورضوان بقلال لجمال تريكي. جمال تسديد، القائم قال لا، القائم قال لا خلال الفرصة الأخيرة لنادي أولمبيكو ريبكا. كان قريب جدا جمال، قريب جدا جمال من تسجيل وتهديف أجمل أهداف مباراة اليوم. جمال تريكي تسديدة لكن بعيدة عن مرمى الحارس حجاوي سمير، أخطر فرصة خلال الجولة الثانية من مباراة اليوم. هنا الإعادة، جمال تريكي والقائم يرفض، القائم يرفض هدية كان وراءها دفاع الجزائري. يعني صراحة نتمنى هدف ثاني، يعني نحن الآن منتشيين بنتيجة رشاد 3 أهداف ضد الترجي التونسي فريق هشام أبو شروان، لكن نتمنى وأملنا كبير في إضافة هدف آخر لنادي أولمبيكو ريبكا لتكتمل الفرحة، الفرحة المغربية إفريقيا قاريا بانتصارين إن شاء الله للأندية المغربية. هنا أمر بانغورا كاربا اللاعب الآخر لنادي حافيا كوناكري يستعد لدخول كبديل، خروج حسن الصواري ودخول أمر بانغورا كاربا. حسن الصواري يتم تعويضه رقم 9 باللاعب رقم 10 أمر بانغورا كاربا. أمر الغيني الذي استرجع الكثير من مقوماته الهجوميه على مستوى خط وسط نادي اولمبيكو ريبكا يستعد للدخول. هنا راح سيمان، هذا اللاعب الطويل، تغيير هجومي اخر لوفاق سطيف، اللاعب فريد الطويل. كره من الجديات تلعب اماميه، تغطيه جيده للدفاع الخريبكي. عمر بنغورا والكره ممتاز ممتاز، وتدخل الدفاع والحكم يتدخل للاعلان عن مخالفه لصالح وفاق سطيف الجزائري. 12 دقيقة عن النهاية، عن نهاية مباراة اليوم بين الوفاق والأولمبيك. هنا التغيير، فريد الطويل يستعد لدخول كبديل. فريد الطويل ابن قسنطينة، لاعب السابق لاتحاد البوليدة، كان الانتقال للوفاق عام 2006، لاعب كبير نوعا ما في السن 34 سنة لهذا اللاعب. وخروج اللاعب رقم 9 اللاعب زياي عبد الملك ابن قالما، لاعب صغير في السن مواليد 84. زياي عبد الملك قدم ما لديه ويعطي الفرصه لفريد الطويل. حذاري من الثلاثي الجزائري جديات حاج عيسى وفريد الطويل. وهنا الحكم ماذا يقول؟ هناك رايه مرفوعه حاله تسلل ضد الفريق الجزائري. دقائق ستكون حاسمه ومثيره بالنسبه للناديين. الانتصار امر مطلوب لكن النتيجه تبقى اهم واهم، يعني اي هدف سيكون بتاثير ايجابي جدا على نادي اولمبيكو ريبكا. كره اماميه للاولمبيك، جمال تريكي، عمر بانغورا براس لرضوان بقلال مره اخرى. عمر اتجاه ابراهيم لارجو، ابراهيم لعمر بانغورا، ابراهيم لارجو ممتاز من الجهه اليسرى، ابراهيم والكره في التماس لاولمبيكو ريبكا. تماس سينفذ بسرعه اتجاه رضوان بقلال، رضوان بقلال والكره تذهب، الكرة تذهب دائما لنادي أولمبيكو ريبكا. رضوان، رضوان بقلال، صراع في الأخير، كرة لراحو سيمان، حذاري من فريد الطويل، حذاري وإبعاد الكرة من علوي مدغري هشام مسجل الهدف الوحيد في التماس. المضاد أصبح خطير من طرف فريد الطويل حاج عيسى واللاعب جديات العموري بن قادة. تماس الفريق الجزائري.
أو زاوية بالفعل، زاوية للفريق الجزائري في التنفيذ. راح سليمان، راح سليمان في التنفيذ، كرة تنفذ. حداري 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 حداري، وإبعاد الكرة والمضاد، المضاد يجب أن يكون سريع. بكر الهلالي، بكر ممتاز من الجهة اليمنى، والكرة في التماس لنادي أولمبيك خريبكة. كرة تلعب لأمارة بانغورا كاربا، المنادى عليه للمنتخب الغيني الأول خلال المباراة القادمة لغينيا. أمارة بانغورا كاربا لرضوان بقلال، بقلال لأمارة مرة أخرى، وهنا الحكم يعلن عن مخالفة لصالح أمارة الغيني ابن كوناكري. لاعب متألق جدا، والكرة تلعب بسرعة. جمال 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 التريكي، الحكم ماذا يقول؟ يعني هدف صحيح، الحكم المساعد ماذا يقول؟ والحكم يتراجع في الإعلان عن صلاحية الهدف. يعني رجل القرار هو حكم الوسط، هو إيلبودو سيرج بولا. نتمنى معاينة الإعادة. إيلبودو سيرج بولا يتغاضى عن هدف صحيح، لكن الحكم الأكيد سيكون بعد تنفيذ ضربة المرمى. نتمنى معاينة الإعادة. الحكم أعطى إشارة اللعب، لم يتردد في قرار. جمال التريكي سجل هدف صحيح، لكن الهدف رفض من طرف الحكم، حكم مباراة اليوم إيلبودو سيرج. يعني أعلم أن الحكم هو صاحب القرار الأول والأخير، حكم الوسط، لكن كيف الحكم من يعني ربما سنواصل المباراة. تسديد حداري، حداري وفي شباك الخارجية، حداري وفي شباك الخارجية. الكل ظن أنه هدف ثاني، نتمنى أن يأتي الهدف الثاني، نتمنى من كل قلوبنا هدف ثاني لنادي أولمبيك خريبكة. طارق ميري محاولة المرور، الكرة في التماس لنادي أولمبيك خريبكة. 8 دقائق حاسمة جدا. طارق ميري في تنفيذ التماس لبكر الهلالي، بكر الهلالي، كرة تضيع لزهر حاج عيسى. حداري من هذا اللاعب، مهدي طويل صعود لزهر حاج عيسى. حذاري من هذا اللاعب العائد من الإصابة، بالرغم أنه ليس بكامل إمكانياته، لكن يبقى خطير 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 لزهر الحاج عيسى. مخالفة للنادي الجزائري على بعد 7 دقائق من النهاية. 7 دقائق من دون شك ستكون حاسمة في مسار النادي، نادي أولمبيك خريبكة اليوم. هنا المخالفة للنادي الجزائري. هنا الحكم يأمر بربما تدعيم الجبهة الدفاعية لنادي وفاق سطيف تحسبا لأي طارئ ولأي خطورة من جانب الدفاع الخريبكي. نتمنى أن تمر الكرة الأخيرة بسلام على دفاع أولمبيك خريبكة. جدية العموري في التنفيذ، يجب أن تمر بسلام. حداري حداري، حمزة بودلال، حداري، ومرت بسلام بسلام. ضربة مرمى لحمزة بودلال. كيف ستكون 6 دقائق الأخيرة؟ ربما هو السؤال المطروح. الإجابة هي في طي الكتمان. إبراهيم لارجو، كرة حداري حداري حداري، يعني لا يجب تضيع مثل الكرة في الدقائق الأخيرة. أمر بانغورا كاربا، كاربا اتجاه جمال السريع، جمال هناك صعود، صعود بكرة الهلالي، جمال جمال، وتطول تطول ضربة مرمى للحارس حجاوي سمير. جمال والكرة تطول. هذا جمال التريكي صراحة، قدم المباراة وخلال مباراة اليوم الأداء المطلوب منه. يعني هدف وحيد لحدود هذه الدقيقة، هدف لا يؤمن النتيجة بتاتا. كرة ملعوبة بخط وسط نموشي خالد، نموشي عبد الصمد وراد اتجاه جمال تريكي، غياب حالة تسلل. جمال جمال، يعني يجب التريث. دقائق أخيرة، 5 دقائق عن نهاية المباراة، 5 دقائق كافية لتسجيل أهداف أخرى، ليس فقط هدف واحد، لكن التسرع ربما يغيب عن نادي أولمبيك خريبكة فرص خطيرة بإمكانه أيضا إعطاء أهداف أخرى للنادي من جمال تريكي. كرة تلعب من حجاوي سمير أمامية، تدخل بكر الهلالي، تعود مرة أخرى جديات العموري، رضوان بقلال في الافتكاك، كرة تذهب مباشرة اتجاه حجاوي سمير. دائما الصراع متواصل بين برنار سيموندي وأونري ديبيرو،
بين المدرستين البلجيكية والفرنسية ربما متشابهين، لا أسلوب كرة القدم الجزائرية ولا المغربية يميلان أكثر للتقنيات. هنا الكرة الأخيرة للحارس حجاوي سمير تظهر مدى اقتناع وفاق الصيف بالنتيجة المحصلة، تبقى نتيجة إيجابية بالنسبة للنادي الجزائري، يعني العودة بهدف وحيد فقط كما فاز الترجاء بهدف متولي. أولمبيك كريبكا تنتصر الآن بهدف عليهم دغري هشام، فريق لا ينهزم داخل الميدان. حداري حداري مضاد حداري من هذه الكرة، يا رب يا رب تمر بسلام، وبالفعل مرت بسلام، بالفعل مرت بسلام. حداري من الأخطاء، ممكن أن يدفع أولمبيك كريبكا ثمن الأخطاء، ثمن الهفوات، ثمن التسرع. إبراهيم لارجو، إبراهيم لارجو، وتدخل ناجح للمدافع العفاوي عبد القادر. يعني تظهر خطورة الكبيرة، الخطورة الكبيرة للفريق الجزائري. الكرة في التماس، طارق ميري للبكرة الهلالي، بكرة الهلالي من الجهة اليمنى، بكر بكرة الهلالي، محاولة المرور، التمرير لعبد الصمد وراد، وراد والكرة ضائعة. مضاد حذاري من المضاد للزهر الحاج عيسى، خطير، رفقة طويل، رفقة فريدة طويل، متابعة من بكرة الهلالي، ممتاز ممتاز في التغطية. تماسي أولمبيك خريبكا، تلعب الكرة بسرعة، بكرة الهلالي. الحكم يوقف اللاعب من اجل اعطاء الفرصه لاسعاف اللاعب الجزائري الازهر الحاج عيسى، لم يتعافى بعد من الاصابه كليا، او لم يتعافى من الاصابه كليا، يعني يدخل مباراه اليوم خلال ثلث الساعه الاخيره بنصف امكانياته. وهنا ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع، يعلن هنا الحكم الرابع ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع. سيد عشيق رضوان، وهنا إسعاف اللاعب الجزائري. ثلاث دقائق عن نهاية مباراة اليوم، ثلاث دقائق عن نهاية مباراة اليوم، كرة لنادي أولمبيك خريبكا، ثلاث دقائق من الوقت البدل الضائع. محمد امين نجمي، كره تلعب لاولمبيك خريبكا، تراجع مدافعي وفاق سطيف. ابراهيم لارجو، كره تلعب من رضوان بقلال، رضوان يحتفظ بالكره، يحصل على مخالفه لصالح نادي اولمبيك خريبكا. رضوان بقلال، كره ثابته، يعني يجب تغييب مفهوم التسرع ويعني استنباط المفكره الايجابيه في استغلال السرعه. عاود التسرع خلال الدقائق الاخيره وما هو مطلوب من طرف لاعبي اولمبيك خريبكا. عبد الصمد وراد، المخالفه، عبد الصمد وراد في التنفيذ، الكره تنفذ، المتابعه، المتابعه راسيه، هدف صحيح، هدف صحيح، اكيد 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 لنادي اولمبيك خريبكا، هدف ثاني، ممتاز 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 ممتاز. الاولمبيك سجل خلال الوقت الميت من الجولة الأولى وخلال الوقت الميت من الجولة الثانية هدفين للصفر، رصاصة رصاصة في قلوب لاعبي وفاق سطيف، هدفين للصفر. وزكريا مزيل، تنبأت لك يا زكريا بتسجيل هدف، يجيد 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 لعب الكرة بالرأس، استثمار الكرة، يعني كرتين ثابتتين أعطيا، هدفين لنادي أولمبيك خريبكا، وفرحة مستحقة جدا للجماهير الخريبكية بهدفين مباراة اليوم، هدفين للصفر، نتيجة تبقى إيجابية في حد ذاتها. وهنا ربما أصبحنا ننتظر نهاية المباراة علما أن مباراة أخرى لا تقل أهمية، لا تقل ندية، بين الغريمين التقليديين الوداد ورجاء. سأكون معكم يوم غد إن شاء الله مع مباراة الديربي رقم 104 بين الوداد ورجاء مباشرة من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، لكن نبقى مع الدقائق الأخيرة، نتمنى أن يوني الحكم أطوار مباراة اليوم. زكريا مزيل، وهنا النشيد الوطني بملعب الفوسفات بمدينة خريبكا، دليل الحب والوفاء لتمثيل الكرة المغربية، أحسن تمثيل بالمحفل القاري الدولي، لما لا إضافة هدف ثالث. إبراهيم لارجو من الجهة اليسرى، محاولة المرور، إبراهيم إبراهيم، لكن الكرة تطول، ضربة مرمى للحارس الحجاوي سمير.
حجاوي سمير يعني تلقى هدفين، تلقى هدفين على ومدغ هشام وزكريا مزيل، مدافعين يتمكنان من تسجيل هدفين لأولمبيك خريبكا اليوم، أو على عادة فريق أولمبيك خريبكا يعني الأهداف يسجلها المدافعون، وإن غاب سمير فلاح الهداف فيحضر على ومدغ هشام وزكريا مزيل، وبالتالي تنتهي مباراة اليوم بتقدم الفريق المغربي أولمبيك خريبكا بهدفين للصفر. هذه تحية خالصة مني من الوحدة الرابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومن شخصيا سفيان الرشيدي، على أمل أن ألقاكم خلال المباراة القادمة وأقرب مباراة يوم غد، مباراة الديربي. وداعا وإلى اللقاء.